السلام عليكم دكتور زهير حضرتك سامعني هذا المجال اليوم محاضرتنا المحاضرتنا متميزه بعنوانها ومطيها المحاضره بعنوان الهويه المعماريه المعاصره للمعماري العالمي واحد اهم واحد اهم اعمده العماره العراقي والعربيه المعاصره المعماري الكبير معاذ الالوسي الاستاذ المعماري معالي الالوسي غني عن التعريف ولكن لا بد من تذكير الحضور ببعض المعلومات عنه واهم مشاريعه. هو كاتب ومؤلف ومعماري وفنان تشكيلي عراقي ولد في عام 1938 في العاصمه العراقيه بغداد واكمل دراسه الثانويه فيها تحديدا في عام 1955. بعد ذلك درس الالوسي العماره في جامعه الشرق الاوسط في مدينه انقره التركيه. وحصل منها على درجه البكالوريوس في الهندسه المعماريه في عام 1960 بعد ذلك بعام عاد إلى بغداد بعد عدة جولات عمل استكشافية في أوروبا، وانضم إلى ورشة الحداثة المعمارية والثقافية التي أنشأها، والتي تحديداً مكتب الاستشاري العراقي. حصل بعد بعدها بثلاث سنوات على شهادة الدراسات العليا واست كراجويتد من, الجم من الجمعية المعمارية في لندن المعروفة بـ AA Architectural Association في تحديداً عام 1964. في عام 1974 أسس المكتب الاستشاري الآلوسي وشاركوه في بغداد ونيماتول في قبرص من أهم أعماله البنك العربي في مسقط والسفارة القطرية في عمان والسفارة الكويتية في البحرين ومبنى كمال حمزة في القطوم كل هذا في سبعينيات القرن الماضي ومركز الدراسات في المصرفية في الكويت العاصمة عام 1980 شارك في مسابقة مشروع مسجد الدولة الكبير في بغداد عام 1982 وفي نفس العام مركز صلاله الثقافي في عمان. صمم العديد من المنازل وأهمها المنزل المعروف بالقراعات في, في بغداد المعروف بالبيت المكعب في عام 1985 ومبنى آية في بغداد عام 1990 والذي يعد من أهم تجارب عمارة ما بعد الحداثة في العراق نشر دراسات عديدة وألف كتب منها يوميات وصفية لمعمار عربي ونوستوس حكاية شارع في بغداد الذي عرض فيه مشروع المعماري الكبير شارع حيفا وسط بغداد وتوبوس حكايه زمان والمكان الذي صدر في عمان في عمان عذرا عام 2017 عشر حكايه مهنه وساهم في العديد من المنشورات والدوريات حول البيوت التراثيه في بغداد والعماره الاسلاميه والعراقيه وهو عضو في جمعيه المهندسين المعماريين العراقيين ونقابه المهندسين العراقيين يمارس الالوسي الفن التشكيلي والتصوير واشترك في معرض تشكيلي اقيم على قاعه متحف الفن الحديث في بغداد عام 1966 وفي معرض قلب كونتاكت في بيروت عام 1970 أقام معرض شخصي لإنتاجاته التشكيلية في فولي بلانو في أثينا في اليونان في عام 1978 وحدة معارض في الفترة بين 1961 والحد الآن تشرفت أؤكد تشرفت جائزة التميز بأن يكون أحد الحاصلين عليها وتحديدا جائزة التميز للإنجاز المعماري مدى الحياة في عام 2018 وهي جائزة أطلقت في 2019 ضمن برنامج جائزه التميز وتهدف لاحتفاء بافضل منتجات العماره العراقيه. فباسم بما عربيه وباسم مؤسسه المهندس عمر شريف واسم الحاضرين واسمي نرحب الأستاذ المعماري الكبير الاستاذ معاذ الالف تفضل استاذ مرحبا اخوان اهلا أه. وسهلا اليوم راح أ... أحاول إنه أخاطب أخواني العرب أكثر من العراقيين لأن العراقيين أه سامعيني كثير و ولو في أشياء جديدة اكتشفتها بعد أن كان اللقاء ما أركن طوله ثلاث ساعات إنه في غموض في كلامي كثير في شوية أه قليلاً من الاطناب بال. نوع من التحليل أهم شيء أنا العنوان كنت شاك فيه ولذلك شاك فيه لأنه الهوية حسب ما كنا نتكلم بيناتنا إحنا أخواننا جماعة لبنان وبيروت حبيب صادق محمد الأحسن وجماعة أنه الحريه الهويه معناها شموليه معناها اوسع بس احنا نحاول على تصرف مجموعه من الناس في مكان معين محل معين وخاصه احنا نحكي بالمكان اللي احنا نقيم فيه وما حواليه الشرق الاوسط اللي هو كثير مياه من الاشتراك في البيئه وكثير من العادات والتقاليد على كل فلازلت انا شاك بالهذا اي ف اروح الى اكثر من الهويه الى بلاغه العماره في المنطقه العجيب والموقف اللي أنا مصر عليه منذ بداية العمارة أو حتى خلال دراستي، نوع دراستي هذا النوع، اللي مصر عليه أنه هناك بلاغة تخاطب في بعض النتاج المعماري العجيب أنه في 1913 توفى عالم فيلسوف في علم السيميولوجي في علم الإشارات في علم البلاغة في الكتابة فقط واعتمد كثير على الكتابة اللي فيها نوع المشارات والإيحاءات واللي تؤشر ولذلك سميوتيك سماه و في نهاية القرن العشرين كان اللغويين أكثرهم بلشوا أو بدأوا يؤشروا خلال كتاباتهم وأهم واحد منهم بالحقيقة كان أمبرتو إيكو في The Name of the Rose إشارات هذا وإيماءات نحن في في ذاك في الفلس في 1984 كتبت مقاله اللي اسمها الإيحاء إيحاءات وإيماءات العمارة الإسلامية العربية وفي التسعين البلاغة الصورية كتبتها مقالة ثانية الصر إنه في عماراتنا التركة اللي أنا ما أسميها موروث أو المو... يعني وراثة ورث مثل ما ي... ال... 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 الراحل يترك تركة لأولاده التركة اللي موجودة اللي عندنا فيها إشارات فيها نوع من الإيماءات والإيحاءات هنا هذا معنى اللغة أو خلي هنا أسميها الهوية اللغة المعمارية اللي متواصلة معنا اللي هي نتاج مجموعه تعيش في مكان له مقوماته حتى ولو كان فضاء مجموعه مجتمع له تقاليده الى بيئته الى تاريخه الى جذوره ايوه فهذه نتج عنها نوع من التخاطب لذا أنا أعتقد أنه في العمارة ممكن إحنا نستعمل هذه اللغة والإشارات، إذا عرفنا ما هي الإشارات. المشكلة أعتقد دراسة قليل من الدراسات، اللي توصلت الى معنى ومسببات الاشارات هذه آه، تمام في كثير من المعمارين يقول لك أنا اشتغل على آه، موروث واستلهم الموروث بس من يستلهم الموروث اي معماري وينظر من نظره سطحيه بدون ان يتدرج بأسباب وجود هذا الموروث وليش وصل إلى هذا وفي كثير من الغثيث من هذا الموروث ما مستعدين إحنا نعيده فالدراسة يجب أن تكون معمقة أسبابها ما هي العناصر التي تلهم والذي كونت هذه التركة الأهم هذه العناصر كثير من العناصر اللي يعني حاولت أتعمق بها انه عمرها الاف السنين يعني خاصة عندنا بالعراق وفي مصر اكيد وفي المنطقة كلها المنطقة كلها من اليمن الى فيها استاتيك فاليوز خلي اقول قيم جمالية من قبل التاريخ حتى في العراق 4000 سنة قبل الميلاد قيم جماليه متوارثه متروكه الى اليوم تتواصل الى اليوم من يد ليد لي وخاصه في العماره والبناء. في هذه التركه هي اللي عملت عماره اليوم في بغداد او في القاهره او في دمشق او في مناطق كل المنطقه هذه راح اعللها انا بعدين بمجموعه من الشرائح اللي انا لام ومصور قسم منها كثير واللي وسببها طبعا هذا الموقف اللي انا متخذه من انا كوني معماري مبتدئ الى يومنا هذا موقف واحد وكل ما دا اتقدم بالعمر دا اشوف انه الموقف موقف، آه بالنسبة إلى اعتقادي أنه صحيح، قد يكون مخطئآ لأنه كما دارس أنا روي ورايا بالسلايدات أنه الطرف الآخر من العصا كيف أنه الفرق هائل آه بين مدرستين. آه اللي انا اعتقد واحده من الاسباب اللي التلوث اللي دا يصير في مدننا وترك ما مقومات شخصيتنا عدم تدريسنا للطلاب ولا تعويد الطلاب على معرفه كيفيه النظر أقول كيفية الاستيعاب كيفية التواصل مع ما هو حوله من بيئة معمارية وبيئة حضارية متحضرة متمدنة كيف وصل إلى هذا المستوى عمل الأجداد وأقدر أنه خلال بيسك ديزاين ودراسه هذا نضع نضع مهم جدا ومتأصل لانه يروح يبدي مثل ما يتعلم الملمس ويتعلم البروبوشن ويتعلم المقياس ويتعلم الدراسه والمقومات المعماريه العناصر التصميم يتعلم كيف انه يرى ليس كنتاج معماري وانما كفارسة يعرف هذا اللي موجود والسبب المهم جدا انه على مر الزمن نحن عندنا لغة حتى باللغة الشعر والعربية تختلف عن هذا فهنالك تعريف ومعاني نحن نراها بصورة مختلفة عن الآخر هذا هذا النوع من الفروق اللي موجودة هذا. مثلا المكان في تعريف الجرجاني يقول هو البطانه او الشيء هو ما من له في الفهرسه اي انه حدث يزيح موقع هذه التعاريف اذا التلميذ يتعلمها بالتاكيد من يبدي يحكي على المكان وفي باله انه المكان في موقع في بيئته هذه هذا معناه ومع العلم يعني الفلاسفه الاخرين مثل باشلار وغيره بعدين عرفوا انهم حواس حتى الفضاء له هذا احنا بالنسبه ان الحواس وهذه الاشارات موجوده في المكان يعطينا اشارات كنت اقول انه الاشارات في المكان عندنا قويه جدا ايماءات يعني مثلا ايا صوفيا كنيسه لب المسيحية في في تصميمها. يحط لها أربع تصاميم مدوّرة كبيرة، الله محمد والخلفاء الراشدين تتبدل إلى جامع مبنى مبنى انا اتذكر مثلا في الكتاب في 1937 صدر حول الخيضر كانوا في جدل انه الخيضر هذا حيره او النبط او الاسلام محمود شكري الالوسي قال هذا اسلامي والسبب انه شاف فيه محراب موجه نحو الكعبه، خلاص اشاره. هذا الايماء، هذه الايحاءات اللي موجوده هي لغتنا. ف رح اجي هلا المهم انه العالم كله ترى كلهم ماموذون لغات. يعني انت هسه اليوم الحديث العماره الايطاليه حتى الحديثه منها تقول لك هذا بناء ايطالي الدروسي كراتسي سكاربا ذول كلهم معمارين ايطاليين اشغالهم معروفه انه ايطالي ونفس الشيء الالمان عندك اونغار وكران وهذول كلهم عمارتهم المانيه حتى اذا اخذنا مثال جروبيس لما كان بالباوهاوس الماني الماني, ألماني وعممها على الحداثه ففي لغات موجوده معماريه فلماذا احنا بهذا التاريخ العرمرم هذا التاريخ الهائل البيئه الفريده خلينا نقولها حتى صحرانا فريده، حتى صحرانا ليش ما عندنا لغه؟ اللي نفقدها نهائيا، بأسباب عديده، مثل ما فقدناها هسه اللغه ابدا في 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 دا دا اكسبو دبي اصلا ما, ما في بناء اللي يحكي لغتنا ابدا، ابدا ما في، على كل، فهلا راح نبلش احاول ما بعرف ده يجيك الصور اذا موجود نعم سلايد موجوده موجوده؟ نعم سلايد يعني الظهر بس مو في ايه اوكي بس دقيقه هذه كيف عملها مضبوطه ها يعني موجود نعم موجود الان يعني ظهرت شاشه كامله اوكي 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 الان الان فل فكري نعم اوكي هس... <بيت> فراح اورجيكم اوجد... انه هذه الاستاتيك فاليوز القيم الجماليه اللي موجوده ونخت... اه... تخصنا هي تبعنا اه... يعني انا اعتبرها تعرفني انا اذا اجي اشتغلها بالعماره واقدر استغلها واقدر استلمها واقدر أقول هذا فلان من فلان بلد من فلان حضاره من فلان تاريخ ف تصوروا هذا بليت عمره 3000 قبل الميلاد من منطقه في الورقة في أور حتى الرسم والفتحات الأبواب وال ال... 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 حتى إذا ندخل إلى التصميم نفسه والفناء اللي موجود فيه تصوروا في هذا عمره خمسة آلاف سنة أو حتى ستة آلاف سنة هذا البلايت على طابوق على مواد محلية مرسوم كأنه بتي سكوير وقياس مضبوط هذا بيت دار بالعبيد أربعة آلاف سنة بالضبط قبل الميلاد شوفوا الحوش شوفوا الفناء الداخلي الفناء الداخلي اللي أثر قبل أربعة آلاف سنة إن اليوم في قبرص يسموه حولي مثل ما يسمون الأتراك حولي وحتى في إيران في المنطقة كلها لازال موجود أنا شخصياً عمل يمكن في 400 دار قل ما عمل دار خاصة في بغداد والعراق من دون هذا الحولي وسأورجيكم أنه كيف اللي أبروج تبع الحولي ما يؤلمني جدا العفو ما يؤلمني جدا هذه استمرت العفو هذه هذه استمرت هذه أبنية عباسية ورسم عباسي في العراق صور هذا النسب والجولدن سكشن وكيفيه بناء الابنيه هذا المخطط الفوق هو مخطط المستنصريه والمخطط الثاني الواجهه المستنصريه كيف تناسق الاقواس ورسم الاقواس ذو القوسين الـ 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 الوترين الـ الـ الوترين نصف الوترين وحتى قصر الخيضر انا رحت عليه وحاولت ايجاد النسب تبعه بالضبط هو ما على النسب الذهبيه على الجولدن اللي اخذت في في النهايه واستعملوا لكوربوزي وغيره وغيره والايطاليين والتاريخ كله. ف... و... اخذني ال هذا ضمن المقاله انا كاتبها في بالثمانيات على فيتشر عراقي موجود في ابنيتنا وهو نقاط الارتكاز اكثر ابنيتنا فيها نقاط الارتكاز هنا أنا في بلان المستنصريه فيها نقطه ارتكاز وهو ال بركه الماء الشذروان احنا مثل ما نسميه الفاونتن إيه النافوره اللي من بين هنا بالمخطط هذا المخطط والقياسات عملوا مجموعه من المان اقاموا في المستنصريه ووجدوا كل النسب والموديولر والموديول تبع المستنصريه عندهم فد دوكيومنت هائله اعطوني نسخه منها موجوده عندي ونفس الشيء في رسوم الواسطه البغداديه نقاط الارتكاز رت اجد انا اين نقاط الارتكاز في الرسوم الواسطه تصور ال 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 كيفيه الزرع ينتهي جميعا من نقط الارتكاز العيون كل العيون تجي في خط واحد عجيب يعني شغله فهذا هو هذا موروثنا اذا اليوم في بغداد في بغداد وجدتكم انا شو موجود في بغداد اليوم في بغداد مخطط يباع في الفيسبوك والتويتر لبناء دور، هذه هي عمارة العراق اليوم. شوفوها. يؤلم يؤلم حقيقة. هذا الثاني، هذا أنا ماخذه من الفيسبوك يعلن أنه نحن مستعدين إلى عمل دور وخرائط لدور سكن وإجابه آخر قال له رويني الاليفيشن حتى هذا عراق اليوم <applause> هذا عراق آخر نفس الشيء ذات الشيء هذا هسة تشوفون الأعمال اللي سبقت وتاريخ العراق المعماري هذه دار حديثة اليوم ده تنبني بعدها جديدة هذه آه. عندهم استاتيك فاليوز تبعهم استاتيك لا آه. بولوشن فاليو آه هذا السلالم مثلا ماست والرابزين هذا ماست اي الاعمده طلعت الطابقين وال عندهم آه. آه. هذه دائره حكوميه يا اخوان دائره حكوميه في النجف الاشرف في مقام الإمام علي. صوروا هذه عمارة في مدينة الإمام علي في النجف الأشرف. والمصيبة الأخرى يعني دائرة انه حكومية، اوكي يستعمل القرميد في سبيل التخلص من الثلوج والأمطار الغزيرة. في وسط صحراء العراق تصور النجم إيه. يمكن حتى للغبار لانه اتذكر انا فراي أوتوم صاحب الخيم من قابلته في شتوتغارت إيه. مشكلته كان مع الخيمه اللي موجوده ب 10 كيلومترات من مكه اوتيل انتر لا اعتقد هو عمله، خيمه كان خوفا من تراكم الغبار والرمال واثقالها تكون عاليه مثل اثقال الثلج فالظاهر هذا ما يقول لك حتى يتخلص من الثلج من الدست نجي على قيمنا اليوم نتشارك جميعنا في المنطقة بنسيج مدننا النسيج المديني يعني حتى بيروت من طلعنا إلى ارتفاعات تختلف عن هذه الارتفاعات النسيج بقى محور إلى هذا، هسه كيف يتهور النسيج. فهذا نسيج 3000 سنة قبل الميلاد وهذا مخطط مدينة اور تصوروا هذا المخطط وهسه مخطط آخر. هذه مدينتان عراقيتان. واحدة في عانة في اقصى الغربيه على الفرات والماده حجر واوريكم شيء راح يتكرر في كل بناء في الكرخ في وسط بغداد مركز بغداد هذا نسيج الكرخ اللي انا اشتغلت على التخطيط العمراني فيه بالطابوق الماتيريال تختلف بس كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا الاكسايتمنت اللي موجوده من زقاق الى شارع الى فناء الى ساحه والكل الكل يشتركون في هسه اجي عليه مره ثانيه بس لاحظوا النخله النخله موجوده في في غرب العراق وفي بغداد وفي البصره هي ام النخل. فهذا النسيج العمراني في مدننا متشابه ويروح الى مناطق كثيره يعني حقيقه 1920 و 30 بغداد القديمة في وسطها صعب السكن فتوجهوا نحو الشمال نحو الاعظميه مجاور دجله تقريبا مدينه كبيره دور كلها جديده الفناء الداخلي سقف الى درجه انه عملوا فناء مسقف بس الباحه الوسطيه موجوده هذا النسيج حديث في بغداد لا زال الروح والتراكم موجود لانه البيئه واحده، اللغه واحده، الشعب واحد، المجموع اللي عايش في هذا المكان تصرفه واحد، تصوروا هذه في بدايه القرن او في بالعشرينات انا اعتقد تخطيط انجليزي كان لانه ال government architect كان من الحمله الانجليزيه فخططوا هذه ومن حسن حظنا انهم معمارين جيدين لانه جو من الهند ما جو من دائره الاستعمارات البريطانيه إيه. انتم لاحظوا إنتوا لاحظوا طريقه الشوارع والازقه بيناتها ذات uh, الكونسبت انه هالحنان السربرايزز هال, هال, هال موجوده كلها طابوق أجان ولو انه قسم منه بلاستر لانه دخل السمنت ودخل انواع هواي هذا مو كونكريت كله كان uh, بسيستم بس اورجيكم انا استعملته الى اليوم استعملوه هو حديد واطواق يطوق الطابوق آه. اللي ما تستغربوا انه قيمنا على الرغم من اختلاف البيئه بس هذا نسيج مدينه قرطبه القديمه هذا احنا نقلناها واثرنا بالمنطقه بدال النخله صارت شجره عاديه ولا هو عندهم نخل مو ما عندهم انا شفت اللي عندهم من اين جاء هذا النسيج؟ دورنا كلها تفتح الى الداخل هذا هذا دار دار اسماعيل افندي زين ما بي ولا فتحه الى الخارج مدخل. ما عدا المدخل ما تشوفوا ما ينشاف يمكن لا اي شلون انا لها الجهه ما يروح لا ما ي... ما ي... ما يفيد على كل في مدخل منا هذا المدخل الوحيد على الخارج والتهويه كلها من الجدران وفناء داخلي هذه الفتحه كل النسيج اللي عامله هو الفتحه هذا بيت اخر هذا بيت خالي في بدايه ال... سبعينات القرن التاسع عشر أورجيكم هذا البيت هذه أنا الغرفة والد فيها هنا في هذه الغرفة هذه دار ولادتي هذا أنا بالنسبة لي في مساماتي أورجيكم أنا هاو بعد ما افتهمت شنو الكورت ليش هذا الكورت سببه نوع العيش ماله آه. كيف استغلت كقيمة جمالية ها قد تكون مشابهة بعد انتم تتفرجوا على هذا التبليط هو ذات الطابوقة وبنفس الطريقة معمولة ها؟ قبل أربعة آلاف سنة في أور ذات الطابق اللي احنا نسميها اليوم فرشي هذه فرشية والبيت كله بالطابق باي ذا كله بالطابق هذا بيت ثاني شو الكورت هذا لانه على النهر عنده شبابيك كاملة هسه اورجيكم اياه في سلايد اخر مو ما له علاقة بالهاي هذه أبنية حديثة أنا مصممها هذا الدار المكعب وهذا الحوش أنا يعني أسميه الحوش لأنه بالعراق العام بيسموه حوش وهذا في دار أخرى أربع بيوت تنسيق الأحواش تبعها آه. تنسيق الفناءات بيناتها واحد ف... بل لاحظوا انه كل الفعاليات يعني هذا دار هذا دار الدار الثاني هنا وهذا دار وهذا دار المكعب وهذا دار رئيسي هذا فناء المكعب وهذا حديث ايوه عندهم هناك يعني قليل تلك السبيسز كلها مفتوحة نفس الشيء هذا السبيس واحد السبيس واحد ثلاث طوابق نجي على ورجتكم انه السقوف السقوف هذا سقوف طابق رغم انه هذا البايلات بالنهر يعني كثير ادفانس انشائيا لكن تسقيف سهل جدا وهذه الأقواس انه ممكن نستعمل انسليشن نرجع على نقطه الارتكاز شوفوا هذه السكبتشر هذه منحوته مع الاسف فقدناها ب... لانه الامريكان اعتقدوا تحتها او فيها اسلحه فضربوها بالاخمص فتتت فهذا نقط الارتكاز اللي رويتكم في الاخير موجوده نقط الارتكاز في هذا البيت نفس الوقت فسقف هذا الفناء مسقف بس راح اورجيكم افنيه حديثه غير مسقفه أجب... ايه هذا الفناء هو هذا ذاته هذا الفناء غير مثقف هذا 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 بالضبط في قبرص. تصوروا. فناء آخر مفتوح هذا لأنه تعرفون هذا 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 يراد هذا مفتوح. هذا هذا التخطيط هذا هذا ماذا يبين? ما اعرف آه شلون يمكن يمكن يتحرك ما لا ما ما بيتحرك آه هو يمكن، لا ما هي على كل آه. هاد... هذا فناء آخر حتى في أبنية كبيرة مثل مستشفى الوزيرية، هذا كل غرف المرضى تفتح على هذا الفناء، ما في داعي مرضى يكون مفتوحة على الشوارع وال... آه. مو اكتشافي ابدا ولا اكتشافي هذه هذه الورقه قصور مدينه الورقه وهذا الخاضر هذه الابنيه وتكرارها وحتى في الابنيه الكبيره ذات الحجم الكبير يكرر انا أكررها كثير في العماره ومن اجمل ما يكون هذا الصور انتم هذا اليوم اليوم هذا مثلا مبنى خلينا نقول كان سراي والسراي اليوم يبنوا تور 40 طابق تصور الأربعين 40 طابق يخدمه مصاعد مع انه هذا تتمشى من تمشي من كورت الى كورت من زقاق الى شارع الى حديقه الى فتحه التنوع اليومي مع انه انت يوميا انت طالع مصعد وداخل كوريدور والاوجه يشوفها ذاتها يوميا مع انه في بيئتنا نمط العيش اخر من حسن حظنا جو جماعه من يشتغل بالعراق وانا يعني اقولها دائما انه لا يسعه الا ان يتاثر حتى تل فمالة مثل ما يقولون هذا شغل أجانب سكنوا العراق المتحف البغدادي من تصميم وقتها اقتراح مسز بيل مس بيل اللي هي اسست الدوله العراقيه ونصبت الملك فيصل كملك العراق بعد تنصيب الملك فيصل الجوفرمنت اركتكت جونا مهندسين انجليز ميسن بنى جامعه ال البيت هذه اللي على اليسار ثم قبل ما بيجون الانجليز تصوروا انه هذا عمل قبل ما يحتلون الانجليز العراق عمل عثماني صراعي سرايا الحكومة نسميه القشلة إحنا إلى اليوم يستعمل بجمال لا يصف هذا هذا هنا شارع المتنبي شارع الكتب ومنها سوق الصرائ أسواق والمحكمة الشرعية هذه شغل عثماني تصوروا وهذا التور ليس موجود تصدح ساعة بغداد هذا شغل بيت لنج عثماني تصوروا هذا عمل بغدادي الى اليوم سمعت انه هذا وضعوا عليه الوكوبون شوف هذا ايش عاملين الوكوبون غطوه مسؤول يقول احسن حتى لا يتلفوا لا صلحوه مو قضيه تلف ليش ما تصلحوه صلحوه واستعملوه ودوروه الى الى مدرسه دوروه الى جامعه احسن ما تشوفون هذه الابنيه القبيحه الساكنين انتم فيها هذه المستنصرية هذه المستنصرية رويتكم انه ال ال الجيومتري تبعها هذه كلها مدروسه حسب الجيومتري بالموديول اللي رويتكم اياه الالمان شوفوا تاثيره على معمارين العراق هذا مسابقه فاز بها مكتب الاستشاري العراقي لمجلس الوزراء الحالي كان الحالي بعدين لانه بعد الحرب قصف وبقى على حاله وهذه مسابقه اخرى هذا ما دا نشوفه ليش العفو مسابقه اخرى تحت هذا ما اقدر اصغره شلون اصغره ما اعرف screen you are screen sharing yes stop sharing لا ما اقدر اصور ما اعرف شلون ما اعرف على كل الالفيشن مقطوع مقطوع هذا مجلس الأمة الكويتي مسابقة آه، فزنا بها تقريبا احنا أه بس اعادوا اعادوا المسابقه مع الدنماركي قدس وربح هو رباح اقول له ستوب شيرنج وشير اجين بلكي يصير صغير ايوه يلا اي يمكن اصغر صار على كل لا أي. هذا مجلس الامه شوفوا تاثير المستنصريه علينا ما ما بس الروح نقول ابدا كل نقل ما بي كل نقل ما بي بس الروح اللي موجوده فهم ما عامل الاخر هذا عندما فتحت يقول لك هذا القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري هذا البنايه تصور هذا تصور التاثير الـ 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 يعني اقدر اقول بنفس الوقت مرقد الامام موسى الكاظم وهذا التاثير عليه انتم تصوروا هذه الافنيه والتكرار ها بالمناسبه التكرار فاليو غير مستحب قيمه تصميميه غير مستحبه بالنسبه لحداثه يعني من احنا طلاب كان يقول لك شيء له هذا تكرار إذا تكرر او تماثليه ما يعجب بالبا... بالحداثه او زخرفه هاي كلها ما تعجبه مع انه هذه هي مقوماتنا هذه هي الاستاتيك فاليوز تبعنا فهذا التاثير اللي موجود من هذه الافنيه ومن هذه الروح المعماريه التاريخيه تاثيرها على الحداثه على المعاصره العفو مش على الحداثه شوفوا هذا هذا المتحف اللي رويتكم اياه وهذه بنايه حكوميه اخرى ال ال النهج النهج واحد التاثيرات وحده اللغه نفسها الاشارات الاشارات يعني هذا حتى الغير الاركتكت من يشوف هذا المبنى الجواني يعتقد يربط بهذا المبنى الاخر من دون ما عرفت ليش وهذا هو المطلوب هذه المطلوب هي اللغه نتفاهم بها المستنصرية فيها أروقة للاتصال بها لعب هائل بالضياء وبالهذا يأثر يأثر هذا اليوم هذا في شارع حيفا على اليمين وعلى اليسار في بناية في مسقط اللي فانكشنال معناتهم لهم دور كبير خاصة في الإمارات كمجرى هوائي والواجهة الأخرى هي على البحر على الخليج وهذا شارع حيفا اللي تواصل البشر بدال ما هو معمد في شارع الجمهورية وهناك مروق رواق قدام الأبنية ويتواصل فيها. نجي إلى القيمة الأخرى رويتكم الطابوقة اللي هي أقول عراقية بصرف واللي أستغرب أنه أبعاد ذات الأبعاد اللي موجودة في ألمانيا 24 سنتي هذا بابلي تصوروا أنتم هذه بابل عظمتها سقطت 500 قبل الميلاد فمعنى سومرية 3000 سنة وذات الشيء هذا بناء عباسي موجود في بغداد بنفس المادة تصوروا أنتم هذه هذه الموتفز اللي شغل بالطابوخ ايه وبنفس الوقت ذكروا هذا البناء اللي يبنى اليوم في بغداد هذا ابن نفس البلد ونفس البيئة ونفس اللغة هذا بيت عُمّم حديث في بغداد هذا بدأ من منذ دخول الإنجليز عشر. إلى أقول لك إلى خمسينات أو الستينات إلى أن رجعوا الأركتكت هذه بيوت اعتيادية أسطوات بغداد يعملها بيت أبويا هذا اللي عملها هي. هذا بيت الحج رؤوف والد واحد من المعمارين الأصدقاء غسان رؤوف توفى الله يرحمه صديقي جدا شوفوا السياج شو السياج النخلة لا تنسون النخلة بقى النخلة هسه نجي عليه النخلة بس هذا الفناء سقف سقف بال بال مش بال... سقف بالحديد والاقواس اللي ورجيتكم اياها اللي انا مستعملها وراح اورجيكم بيت مؤخرا انا مسويه الطابوق الطابوق لغه وتعتمد من محل لمحل هسه هذه الم... هذا هذه لغه الطابوق مع الاسف هذا ما بين هذا بالاندلس وهذا في قاديش قاديش على البحر على الاطلنطي بعد من نعبر جبل طارق في اسبانيا اخر مدينه قبل ما ندخل الى البرتغال هذا معمل سجاير كان مبني بالطابوق طابوق يشبه الطابوق العراقي وهذا في غرناطه غرناطه اللي شارع كامل هذا وعندك السوق وتستغربون هذا وين؟ هذا بناء بالطابوق في شنغهاي معمل اخر كان في شنغهاي من اجمل ما يكون هذا المبنى انا مصوره كله في شنغهاي مع انه العراقي هذا شوف الطابوق العراقي هذا عثماني هذا كان قصر الوالي العثماني اللي موجود بالكرخ اللي صار بعدين السفاره البريطانيه صوروا هذه بناء الف وثمانمائة وستين الف وثمانمائة وسبعين. العراقي هيك كان يبني. وهذا فيه كرخ شوفوا هذه الكتشر تبع الهواء المثلثة والمربعة المكعبة الطويلة هي نسميها إحنا الباجة. الباجة هي مداخن الحمامات من يحموا الحمام تعالي الراديو مداخل تطلع هذه مداخل الحمامات تختلف عن المثلثات اللي هي الاير كاتشر احنا نسميه نخله شو كل المنطقه بها نخل كل المناطق بها نخل الا النخله الاخرى الادنى تختلف عندنا تختلف والسبب تنمو اكثر مما تهمل في البلاد الاخرى اللي اخذوها من العراق ما توصل هذه احنا ما نسميها نخله هذه العجم وانا حطيتها لهذا السبب نسميها عيطه والسبب انه انه عيطه لانه من توقع تعيط هي الصوت بالحقيقه نقول عيطه كانه ف رويتكم انتم النخله في كل نسيج موجود وما اذا كان في شمال العراق او في جنوب الشمال العراقي الى منطقه دياله ما بتصعد اكثر من دياله. ف في الغربيه وفي البصره وفي بغداد هذه النخله موجوده وتلهم أن اللي جاء الى انا ما كنت تلهمني من دون ان اعرف كيف تلهمني الى ان فنتوري فد واقف على الشط انا ويا في بيتي اللي معاد اي شيء انتم عاملين هو من النقله ووقفنا انا ويا وسكتشنا سكتش عندنا على اسوي لكم شو هذه النقله مع الاسف هذا ما عم بيبين آه. مع الأسف ما ما بين هذا سودو نخله يعني يريد يرو يريد ينقل هذا في بيروت عمل هذا الكولوم اللي موجود والكابيتال هذا مع انه في بيت حديث عراقي في بيت عراقي هذه النخله تشوفوها تلهم تلهم يعني حتى هذا المحجر ماذا بين اورجيكم في بيت مع أنه اليوم، هذه نخلة اليوم، هذه مدخل أحدى مدن العراق، هذه نخلة اليوم، تصوروا الذوق، الإصفاف، الإصفاف في نقل الموروث هذا تبع بنتوري قال لي حتى المقرنص ها هو من النخلة، أنا هذه محاولة إلى مشروع استلهام النخلة تصورها هذه النخلة من دون أن تشعر يعني إيه ليش أنا أقول ما نروح للكمبيوتر لأنه هالحس هالعواطف هالشاعرية اللي موجودة بينك وبين القلم وبالعمارة والشعور مفقود هذا بيت خالي شوف النخلة هنا ورويتكم إياها في الموسى الكاظم كله نخل يعني حتى المحجر هنا من بين كله نخل كله استلهام النخلة أنا ما أعرف أستعمل هذا الزوم كان كبرت لكم إياه هذا, الـ هذا الـ 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 استعمال الحديث الـ هذا حديث ونصف قوس طابوق ما يحتاج هذا البيت ولا متر مكعب او قدم مكعب كونكريت فيه مبني 1966 طابوق عراقي ماتيريال عراقيه معاصر مخطط ب ما لا سمى المخطط منها. آه بنسب معينه موديول هذه كلها موديول 19 موديول 19 موديول يسوي 21 يسوي 20 متر هذا النخله بالنسبه لنا النخله بالنسبه لنا هذه شو هذا ما تبين هنا هذا شلون نقدر نخلص منه هذا ما اعرف اي ايه 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 هذه النخلة انا بين وهذا مبنى حديث المقطع نرجع على كل آه التكرار اللي موجود في النقله في الامام الكاظم أروقة المستنصرية وأرجيتكم إياها في هذا مبنى حديث في مسقط بعد هذا انتخب من مئة مونيمنت في القرن العشرين بناء بالشرق الأوسط إحنا اليوم نبني هذه الأبنية هذا نبني الأبنية تعرفوا هاي شو مكتبة في بغداد مقترح مكتبة لبغداد تصوره وهذا مول طبعا والمول المول راح يتلف كل عمارة العراق وكل مول مول الأردن صار بها خمسين مول وبيروت المول هذه اخواني البيروتيه المعماريين زملائي احب يسموها الحوت لانه على البحر خان انطون اللي كان من اجمل أبنية بيروت هلا احنا استعارينا منه تعرفون هاي شو هذا الخوارزميات الجديده ولا هذا لا هذه عين الذبابه مكبره استلهمنا عين الذبابه احنا وبنينا بنايه او طنطل عندنا بالفيبرز العراقيه اللي موجوده عندنا واحد يطخ بالسماء اسمه طنطل فعندنا طنطل موجود في من اجمل لوفه للنهر دجله اجمل لوفه صور صوروا آه. بعد واي هذا بليون دولار راح يكلف هذا بنيه جديده انا مستغلها هذه مستشفى ورجيتكم الفناء الداخلي تبع المستشفى بالطابو هذا بنايه ايا اللي ذكرها اخي بال 89 تكرار الفناعات هذا في شارع حيفا هذه أسواق في شارع حيفا كلها أسواق في شارع حيفا هذا دار هذا الفناء تبعه مع الأسف ما مصور الفناء تبعه بالضبط هو فناء قديم بحيث أنه يتدرج ويصعد إلى فوق هذه فيتشرز كلها موجودة محلية مأخوذة منها أعتقد خلصنا أي خلصت شكرا جزيلا إخواني آه. إذا عندكم هذا دا أحكي لكم أنا السري السقطي في بغداد واحد من الفلاسفة كان ما يعطي يتكلم الا واحد يساله فانا افضل تسالوني اي شيء تردون سالوني وانا اجاوبكم احسن شيء ايوه اشكركم ان شاء الله ما... آه. شكرا جزيلا استاذنا العزيز يعني حقيقه آه. المحاضره جدا ممتعه رجعتنا الى يعني الحنين الى الإمارة العراقيه ب... ب... طيب ان شاء الله انه ما يعني ما ما بها احباط شويه بس انا محبط خلي احبط احبط الاخوان العراقيين معايا يعني اكيد هو, ال... هو الامر يعني مو مو فقط محبط لك محبط للجميع يعني وجود اكيد الكثير كثير من المحاور المختلفه التوجهات الان المختلفه نظريات مختلفه فما اعرف نترك ال... ال... يعني الاسئله لل اقوى اكيد يعني عندنا اكثر من 60 من الحضور يعني واحده من المحاضرات اللي امتازت يعني تواجد الكثير من من المعماريين فاذا اكو سؤال تحبون انه ترفعون الايد رايز هاند موجود او تكتبوا بالشات بوكس ما اعرف اذا اقوى اسئله ما اكو اسئله يمكن خل نقول ورم اب نخليهم استاذنا العزيز يعني احنا خلينا نفرض حاليا في الوقت الحالي عندنا التعليم المعماري موجود والان التكنولوجيا الرقميه والحنين الى الى الماضي والكثير من العناصر المختلفه والاستدامه وغيرها أه... الان يعني خلينا نقول ما هو نصيحتكم للتدريسيين وللطلبة. آه بالحقيقة أنا ما مو ما بدل هذا، ما أطلبه دائما من الطلاب أكثر الطلاب ما أطلبه أريدهم أنه يفكر قبل ما يشتغل يفكر يعني مو يترك أموره كلها إلى الحاسوب، أنا مشتغل بالحاسوب من 78 بنيويورك. يعني من الناس اللي واشتغل الحاسوب كاداه لكن ما خليه يفكر عني ابدا لا اخلي يجردني من شاعريتي ومن عواطفي ومن هويتي من انا الحاسوب بيعرفني يعرفني من انا ولا لا الحاسوب راح يصير لحمي ودمي انا اريد الواحد يعرف نفسه يثق بحاله يثق بموروثه يثق بتركته حتى يدخل و... ويتواصل مع الجميع يتواصل مع بيته يتواصل مع المجتمع اللي موجود به هو ما في حدا ي... يفهمه و... يعني هسه انا ايش يصير هذا غريب غريب يعني لغه غريبه او لا لغه مثل ما هذه لا لغه لا بها اشارات لا بها فهم لا بها علم لا بها اي شيء وبعدين هذه اللغات خلال شهر ما يتحول بأي يبزع لانه ما في ستيموليت ما يبقي انه دائما على مر الزمن ويتعتق ويخاطبه ويحاكيه ويكتشفه هذه كلها هذه السبب هذا اللي اريد يفك هذه سبب اللغه هذه هو سبب اللغه انه يبقى خاطب اللاواعي منه غير ال, ال... الواعي أي فمشكلة عندنا مشكله كبيره والتدريس ما يزعلون اصدقائي وزملائي يقول هوايه تحكي علينا انت بالتدريس مو انتم مش مج... انتم هو ال... البيئه كلها لا تستعد الى اول شيء اول شيء اهم شيء انه احنا نعلم انه يشك انت حتى تبدي تبدا لازم اي شيء ما يقيدك حر في فكرك في تفكيرك في هذا احنا ما نقدر نكون احرار ابدا ما نكون احرار ما في كل شيء وكل المنطقه لا تقول لي اكو في بلد حر بيروت كانت بها شويه من التحرر شو شو عملوا فيها؟ ما احنا كليتنا في كل المنطقه صعبه ولذلك التدريس في حسب ما اكتشفت التدريس في لبنان احسن من اي محل اخر بس بعده متاخر كثير بالنسبه الى التدريس في المانيا وفي نيويورك وفي خاصه امريكا التدريس وصل الى مرحله واحنا ما دام استفاد من الموروث يعني اجيب لك مثل رود آيلاند سكول أوف ديزاين الطالب مجبر يروح سنة يتفرغ يقدر يتفرغ في إيطاليا روما أو حتى يشوف الكلاسيكس حتى يشوف الأصل لأنه يعني ما في إحنا كم طالب يتأخر هو رايح إلى أور أو رايح إلى نمرود ما في كم طالب يتأخر من عندنا يتخرج حتى في العراق رايح الى الاهرام او رايح الى ما بعرف وين ما في ما بيعرف عنجر وين ما بيعرف ما أعرف شنو هذه كلها كنوز كنوز اللي تربي ترعرع البشر واحنا غافلين عليها كليتنا ما بيصير فما انا ما ابدا الوم الاساتذه الجو كله الكل الجو ما لا يساعد على وهذا عبد الله حسان كامل استاذ الكل هو كان يدرس السيفل انجينيرينج في جامعه بغداد قبل ما تصير جامعه وقبل ما تصير فرع هندسه المعماري الوحيد هو خريج هارفارد اول سنه بعد هذا واول دوره اقترح انه نسد المدرسه ونبعث طلابنا برا لانه ما ممكن ندرس هون صور هذا بدنا نحكي احنا بال 62 63 اقتراحه ذاك الوقت ايش قد احنا تراجعنا ثقافيا وحضاريا من 62 الى اليوم واحنا بعدنا ندرس عماره وانتشرت مثل الهشيم النار بالهشيم ما يعني 30 أربعين كلية عمارة و... والربح التجاري يعني هنا أنا في نقصية كنت أشارك في جامعة طلاب العمارة أخذ صفين الخامس والرابع أستغرب يعني دولة كيف وصلوا للرابع والخامس مستحيل فسألت الأستاذة ناسو قلت لها ناسو ما تقولي لي, لي كم واحد من دولة يصيرون أركتك قال لي فد واحد قالت لي فد واحد عنده القابلية الباقين كلهم ما إلى العاق والعاقلية قلت لها زين ليش أنتم بقيهم إلى خمس سنين قالت التان دعش ألف باون شان زمن الباون دعش ألف باون تنسد الجامعة ما نقبله إيه ما بيصير الله اللي يدري كم جامعه وتعال تدفع فلوس و... ومع... والمعدل هو اكبر خطا اكبر خطا انه انا اقبل على المعدل يا اخي هذا ممكن يصير علامه فيزياء يطير صواريخ ليش لا تجيبها تحرم البلد منه واكو واحد عبقري رسامي هذا ب... ما اخذ صفر وبالحساب ياخذ صفر بس مخه يشتغل ويرسم وهذا تجيبها هذا وعلمه عند القابلية يصير عبقري هذا ما قضية المعدل الأشياء آخر أه. وبلا امتحان الدكتور خالد يقول لا نعلمه ما ممكن تتعلمه يا أخي أنتوا ليش لا تأخذ واحد ما متعلم أخذ واحد متعلم وسوي فلتة أه. زميلي الشاب أندر يمكن عنده سؤال قريت في نعم. نعم هو ما اعرف دكتور كان موجود عنده سؤال يمكن دكتور حسين يعني رافعين ايدهم او دكتور حسين نرافع ايده واذا ما كنا نرجع ل حسين موجود او دكتور شبر عندنا استاذ احمد ايضا رافعين ايدهم ممكن اه حسين يمكن السلام <applause> <موجود>. عليكم <applause> معلش عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام اهلا وسهلا سعداء جدا جدا بسعادتك ويعني موضوع جميل ورائع وبدايه جميله وطيبه جدا ان شاء الله لخدمه التحديث اللي جاي ان شاء الله في العراق الحبيبه يعني ان شاء الله هو انا لي سؤالين الحقيقه يعني اول سؤال هو قد يكون بعيدا مش بعيدا عن الموضوع قوي لكن هو ما هو تاثير التراث الحضاري العراقي على عبقريه عمارة زاه حديد الله يرحمها ده اول ده اول سؤال يعني. السؤال الثاني وانا بعتبر ان هو اهم يعني ما هي الخطوط العريضه للاستمرار في تحديد الانماط المعماريه في العراق الحديد خصوصا مع مشروعات التعمير القادمه سريعا لاعاده عمار العراق يعني عمار العراق ان شاء الله يعني متوقع الشهور اللي جايه القادمه هيبتدي اعمار شديد في العراق يعني مشروعات بتريليونات الدولارات يعني فا ايه يعني ايه الخطوط العريضه عشان استمرار تحديث الأنماط المعماريه بحيث ان التحديث يبقى قائم برضو على الحضاره العراقيه والأنماط العراقيه، على فكره انا مش انا مش معماري انا انشائي يعني بس يعني ايه خبره دلوقتي اكثر من 50 سنه في 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 الكونستراكشن وفي وفي البروجكت مانجمنت. هم السؤالين دول يعني وصل وصل السؤالين يعني واضحين ولا يعني هل السؤالين واضحين لحضرتك؟ أشكرك حبيبي أشكرك أستاذ أه حسين أه بالضبط أنت السؤال الأول زهاء حديد ترفض الاعتراف بتأثير العراق بحيث إلي أنا من واحدة من شغلاتي قاعدين أنا ويا قبل ما أو في لندن التي أنت مجنون هذا الحكي تبعك جنون فهي لا تعترف ببيئه المكان ابدا، يعني ولذلك هذا مؤثر على شغله وهذه مدرسه اخرى أنا يعني ممكن انت تنقل اي مبنى وبالفعل مثلا هذا البعبع اللي رويتكم اياه انا بطنطا للاوتيل آه البنك المركزي العراقي منه ثلاث ابنيه موجوده في محل اخر مشابهه 100% خلنا ناخذ علييف. علييف ممكن الشيلة تحطه في اي مدينه اخرى لا إلى علاقه في قزاخستان ولا إلى علاقه بتراث المنطقه ولا إلا يحتاج موقع ويعني المثال اللي موجود اليوم لتأثير تاثير زهاء ال على لا مكان ما دا نشوفه في دبي في في خاصة يعني في هذا الاكسبو الاخير، الاكسبو الاخير انه عجيب غريب يعني حتى المدن الكبرى والدول الكبرى تركت اصالتها وصارت عبد الى الـ 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 الاستهلاك على كل اما خليه جانب لانه عندي بحث عليه. السؤال الثاني مهم جدا. استاذ حسين صعب صعب نفصل العماره عن الثقافه العامه. عن ثقافه البلد كله. البلد هو ثقافيا كله، كيف انا ادرس عماره من ما موجود؟ مسرح او كم طالب رايح الى المتحف العراقي؟ مسكر اذا كم واحد داخل مكتبه وقاري تاريخ الاقدم من اللي موجود اليوم؟ ما في قلت لك ما الثقافه العامه يا اخوان دائما اقول اعرف من انا روح اقرا حتى تعرف من وين موقعك انت من الجميع من الانسانيه ككل العالم عم يمشي ان انا موقعي وين؟ يعني حتى المعماريين الممارسين اليوم هل واحد سال نفسه انه انا وين وين انا من من كل اللي عم بيصير؟ ابدا مشكلة الثقافة العامة التخلف اللي صار بالعراق تخلفت ويا العمارة تخلفت تخلف ويا الطب ما عدا الفن أنت هاليوم أنا دائما أقول في جمهورية ثقافية عراقية خارج البلد يعني معمارين يدرسون في مدارس أجنبية بتشوفهم هذا بس بالعراق ما ما يقدرون يدرسوا يعني اول شيء تقاليد العائله التقالي... الم... الجامعة تسكر ساعة أربعة العصر أو خمسة العصر وممنوع تدخل الجامعة جامعة الناس كنا نبقى إحنا سبعة أيام ما نروح للبيت قاعدين نشتغل حتى في شغلنا المكتبة ما بتسكر <applause> هذه كلها ما... ما يقدر ما بعدين آه... عيب كل شيء عيب ما بيصير مع انه العماره وتدريس العماره تحتاج تحتاج الى تحرر كامل حريه كامله تحرر كامل من هذا ما في اطار بالضبط والشك يعني انا كان عندي مدرس يريدني اشك في كل شيء اللي اقوله خاصه في البدايه اكسب الثقه بعدين بعد ما اتعلم واعرف وأعيش واجرب لانه عندي ثقه حتى اتكلم إيه هذا عندنا كلها ما في يتخرج صار معماري ولا كوربوزيه ويعلن بال... بالتواصل انه انا عملكم بيوت او يعمل هذه الشجره شفتها مدخل الى يعني فت... مشكله كبيره أو ما نقدر نتجردها ما تقدر تجردها يا استاذ حسين ابدا لانه البلد ككل تصرف ككل اخلاق حشمه احتشام فروسيه العماره بها فروسيه بها عطف على الفقير على هذا زين احنا جايين عاملين كليتنا شو الاطروحات تبعنا بالجامعات؟ كلهم شوفهم نوادي وتور وما ادري شنو يابا مو عندك هذا 70% من الشعب العراقي ما عنده كفر عايش بالعشوائيات تروح لهذه المشاكل اول مره تروح عيش معاهم شوفهم خدمهم هيك العراقي تقدم وهيك فانا يعني محبط مو اقول لك مؤيس ما اقول مايس لانه الشباب ده يثبت انه يوم على يوم اكو شباب قوي وجميل وممتاز وعنده راي أه؟ مثل شباب مصر وشباب مصر شفت شو عمل يعمل وندر أه موجودين شباب لبنان وشا... مشاكل الدنيا فوق راسه مع انه صامد امل موجود بس احباط موجود مش يأس احباط ان شاء الله كنت هذه هذه اجوبتي يعني لك الوافيه صوتك ميوتد لا تتكلم مين ما اعرف الاجابه <applause> بنشكر حضرتك يا دكتور بنشكر حضرتك الدكتور اتفضل إيه بنشكر 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 جدا الدكتور بس طبعا هو يعني واضح ان ان التطور اللي هيحصل لان احنا متوقعين كلنا يعني من مده ان هيحصل تطوير كبير جدا في في في, في, في العراق وفي وفي سوريا وفي مصر وفي المنطقه دي كلها وغيرها ف... يعني بالكلام اللي حضرتك قايله برضه احنا يعني ايه يعني عمرا مش مش بعاد عن بعض قوي يعني واخد بال حضرتك؟ فيظهر ان احنا بقى لازم مش حن... حن... يعني ايه مش هنقدر نتمسك قوي بتراثنا في ال... في التصميمات او في ال... في ال... في ال... في المشروعات القريبه في, ال... في, ال... في, ال... في القريب العاجل يعني. نعم نعم. يعني ده نعم. اللي نقدر نفهمه يعني. نعم. اه, اه, اه وزي حديد يعني ما يا بر... حديد أجد. أجد. ظاهرة ظاهرة زها حديد ظاهرة ايوه 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 ظاهرة دي. ومحترمة وفخر فلت. بالنسبة لنا بس هو كان ما نقدر نعممها آه بالضبط آه آه. لا لا يمكن تعميمها ابدا أنا ظاهرة هي طبعا هي, هي ما فلت. فلت. آخره. آه. لكن هو دي كلمة على فكرة بنقولها بعد اذن حضرتك برضه المعماريين المعماري اللي ما عندوش يعني انطلاقة بقدر ما يكون يعني مش عايز يعني كلمه مجنون دي 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 في, الم... في العماره مش 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 ايوه ايه قالت لي انت مجنون انت مجنون انت دي مدح دي مدح اه شاكرين جدا جدا واستمتعنا بالقاء انا اشكرك انا اشكرك وشرفنا ان احنا نسمع صوتك الله يخليك ان شاء الله شكراً كده ان شاء الله بلقاء شكراً, 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 شكرا يا دكتور الف شكرا يا دكتور دكتور شبر رجع لنا يمكن موجود لا تفضل دكتور شبر السلام عليكم تب... عليكم السلام ورحمه الله تفضل دكتور كل الشكر للمنظم دكتور زهير ودكتور معاذ الالوسي يعني فخر انه اسمع صوته واتواصل وياه واحد ما يصدق انه اكو فرصه هيك يتواصل ماذا اعرفك ماذا اعرفك قول لي انا دكتور, دكتور شبر فلاح تخرجت من جامعه التكنولوجيا 2001 و 2004 ايوه 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 يا هلا حبيبي يا هلا زميلي دكتوره آه وانا هناك بالولايات المتحده كنت اقرا على المسابقه مال فنتشوري مال عفوا جامعه الدوله أيه. الكبير فشفت السكتشات مالتك ورحت يعني هواي مكانات رحت حتى الارشيف مال بوكتها رفعت العفو محمد مكيه ولقيت هواي شغلات بال بالارتشنت فالواء لو تحكي لنا شويه عن الاجواء اللي ما انكتبت مال المسابقه مال الدوله مال الجامعه الدوله اكو اشياء ما تنكتب يعني انتم تعرفوها بيناتكم انا هاي... آه... آه... هاي الحلوه مال حضرتك فنتشوري ريكاردو فيل. شلون قعدتوا شلون ضحكتوا وين تناقشتوا هاي الاشياء شويه تتحفنا بها ذكريات حلوه نتمنى يعني نسمعها من حضرتك وش <applause> قال لا انا معاصرها كلها معاصرها وياه وبعدين عندي الاسرار لانه المرحوم جنين كتانه آه الخبير العراقي بالعمارة الإسلامية اللي بالجوري هو توفى مؤخرا هو كان عبقري آه يعني ما, ما من يفهم بالعمارة عمارة المساجد وباني كثير عمارات أستاذي هو جنين ما اعرف اذا مدرسك ها جنين كان هو اعطاني التقرير الجوري بس معلوماتك في اليوم ذكرتها في مجلة ميمار اللي تبع الأغا في العدد 17 موجود بالإنترنت موجود مقالة حول الجوامع وحول المسابقه اللي كاتبها كاتب ناقد فرنسي مهم اسمه برنارد ويت اتش يو ويت كاتب التفاصيل عن ال وين الخطا بالجوامع السته وين الصحيح ومنو الاصح انا آه اتركها آه بس هذه اقراها تفيد كلش تفيد بس انا من ناحيه الجوري آه وما حاكيها قليل حاكيها آه حسب التقرير حسب التقرير اكثر من ثلاثه في اول راوند ديسكواليفايد اول راوند اولهم فانتوري مع الأسف أقول لك فانتوري معامل معماريا قد اسميها اني فلتة معامل عامل معماريا من أجمل ما تكون العمارة هائل بناء هائل مع الأسف لا يصلح أن يكون جامع هذا العيب اللي فيه كان ولذلك disqualified يعني مع الأسف هو سقف الصحن وهذا رفضوه اليوم يسقفون الصحن في كربلاء في النجف عم بيسقفوا السقف الصور أه هو اللي تسقف تستغربوا تستغربوا إذا من مين الثاني اللي ديسكواليفايد اذا يعني. اقول لكم اياه وما راح اقول اسماني لان ما اريد اقول اسمه بس لانه حائط المحراب في نصف دائره عامله حائط المحراب لازم يكون خط مستقيم ما في هايراكي يعني من هذا الحائط المحراب من صار هذه الدائره ضد كل قيم المعمارية الدينية أي أنه أدخل الهايراكي يعني راح يصير الإمامي وراء أربعة خمسة رئيس الوزراء وياهم ثلاثة أربعة خمسة من هذا وراء عشرة وراء خمستاش إلى أن يجسره هذا ما يصير بالعمارة ولذلك حتى العثمانيين من رادوا الخليفه يريد يروح الى السلطان يريد يروح للجامع سووا منصه لا تقعد لي قدامه وتخربط الوضع لو توقف ويا المصلين مثل ما يوقفون هسه كل الزعماء يوقفوا مع المصلين كلب لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى لا اسود ولا ابيض لا فقير ولا غني ما عدا هذا خط واحد من صار المحراب مدور الحائط المحراب حائط المحراب حائط القبله مدور ديسكواليفايد احد المتسابقين والله عمل صحن مشجر يعني ما ممكن للصلاه هذول الثلاثه وبقينا ثلاثه اه تاكاياما اللي عامل البوديوم طلع لي قدام الياباني طلع لي قدام بقى التنافس بين الثلاثة الأوائل أذكر وهذا أخذ ثلاثة أيام أربعة أيام تقسموا الجوري قسموا رفع عدد شادر صوته كان لا يسمع بسبب أنه أحد المشاركين مع هذا الألوسي ها أه؟ وال... وال... من المختلف عليه هو مع هذا الالوسي فتركني ترك الجدال. جنين يقول هذا المبنى بغدادي عراقي بكل حذافيره. كوبان يقول لا هذا اسلامي لازم وما بهم ولذلك كوبان فضل فنتوري وجنين فضلني اليه. من جاء رفعت راد بوفيل. فاتفقوا أنه هذول الثلاثة يشتغلون سوا فراسم وبالتأكيد يعني جامع راسم هائل جامع راسم جيد بس أنا يمكن لأنه تطرف عراقي فيه يعني أكثر من اللازم جامع وهذا ما يقوله ويت ويت يقول بس جامع ما هذا هو الجامع العراقي صحيح هذا ويت يقوله في مقالته ب قصص طويلة على كل ما يحدث بالجامع إلى اليوم هي مستمرة الجدل هل ممكن المعمار يكون مفتي ويفتي بناء يعني مثلا 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 الجامع المثمن في الأردن المهم هذا ما يصير ما يصلى به أو حتى أجيب لك مثل طلب طلب مني آه مراجعة جامع الشيخ زايد قبل بناء موجود شفت أنه جامع ممكن يصلوا فيه والسبب بسيطة كلش بسيطة وهذا لو يشوفون كل جوامع الدنيا القبة تنزل على أربعة ما يصير تنزل على أعمدة مش مربعة والسبب أنه صفوف يسموها البلاطة والسكوب هذه بلاطة وديك سكوب البلاطة والسكوب ما ممكن تعملها إذا مو القبة من هي مدورة جواها مثمنة تنزل إلى مربع حتى تنزل للأرض مربع نسميها الدرم الطبل الحزام الحزام نسميها هذه كلش مهمه جامع الشيخ زايد هاي ما موجوده ما يقدر يصلي بس انا كتبت تقريري وراسم بدران كاتب تقريري وسوها أزجان اللي هو هسه استاذ في الجامعه في اسطنبول هو كان مدير الاخ خان ثلاثتنا بعدين انا قرات التقارير ثلاثتنا رافضين انه يصير انا قلت لهم احلها وكان لي حل انه اسوي مكتبات بالداخل بحيث انه ارتب الهاي بس سوها جان اقترح انه يبقي ويمدحون الشيخ زايد انه وقف الشيء الغلط لانه ما ممكن بس ما كنا ما كنا نعرف انه راح يصير هو مقبره سلم هو تومز الى الشيخ زايد كان هذا والا هسه موافقين به فجوامع لها مشكله في في شخص في العراق اللي بعد جنين يمكن هو الوحيد اللي دارس جوامع العالم كلها وكيفية الاصطفاف ومع الأسف ما دينشرها لأنه أنا قاريها كلها ممتازة ولد اسمه زيد سعداوي يفهمها ايه اركتكت معماري عراقي اي قضية الجامعة بعدها بعدها بحارة وشفت شو صار ورانا يعني صار جوامع آه داري مثل شيخ معروف اللي الشيخ معروف من اقدم جامع بغداد اللي تحول الى صحن طائر وطير راح يطير وانواع الالوان القبيحه عقربه عقربه يعني للاخوان العرب يعني ضفدعه فهيك الجوامع دا, دا, دا تمسخ مع الاسف ويسموها هذه في التاريخ يعني ما مش في كتاب ده 37 اسمه جوامع بغداد يسموها جوامع ضرار جوامع ضرار غير موفقه الجوامع لازم تكون جوامع تقوى يعني الجوامع ضرار شو يقصد بيقول لك جامع فلان ابن فلان بس هذا جامع ضرار حتى شنو يقول الله رحمه الله الجامع الزين اللي هو لازم جامع تقوى جوامع تقوى ما عندنا اليوم وبدأت من جامع ام الطبول ما لنا علاقه به على كل القصه طويله مال الجوامع انا افضل انه ابتعد عنها يعني انا عملت جامع اثنين ثلاثه بس أنا أنا غير سكر. أنا أعتقد أنه ما ممكن أنا أنا ها مثل خالد السلطاني وقف ضدي بالجامع لأنه يعتقد أني مجدد ليش بالجامع ما جددت؟ ما أقدر هو يعتقد أنه أنا شجاع وأقدر أجدد وأخذ خاطر وأجدد ما قدرت ما أقدر أجدد بالجامع ما أجدد لأنه ما أعتقد لأنه يمكن لأنه أنا أه ما اعرف اعرف بس هذه عن الاسلام انه الحد الاطر ولا ايش قد انت حريه خروج منها ما اعرفه. أه على كل حسن. شكرا جزيلا استاذنا يعني يمكن هذا الحديث عن الجامع وعن المسابقه يمكن هذه حلقات مو حلقه واحده <applause> ان شاء الله تكون لنا فرصه ثانيه يعني الاستعراض هذا لانه بيه الظاهر كثير من مثل ما تفضل الدكتور شبر من الخبايا اللي موجوده وانت يعني سيد العارفين بها هواي هواي بها <applause> هو حكي هواي هذا المقاله مع <applause> مال الهوت ممكن نسوي عليها ندوه ان شاء الله ان شاء الله بالقريب العاجل عندنا يعني الكثير من الايادي المرفوعه الاسئله ما عرف وقتكم يسمح استاذنا الغالي الاجابه عليها اللي... اللي... اسمها ميمار المجله هي هاي تقصدها نعم. تسال عليها لا لا اقول كثير من الاساتذه رافعين ايديهم للسؤال فعندكم مجال يعني تستقبل اي لا ما نعم عندي ما بالعكس انا وياهم اي وياهم خاصه اذا كو طلاب اذا والله هو الكثير من الطلاب كاتبين في الشات بوكس هنا الاستاذ رافي يمكن كان الاستاذ وسيم ناغي رئيس اتحاد الحوض المتوسط للمعمارين فيمكن استاذ رافي اذا تتفضل يعني تفضل سؤالك منو؟ طيب راسي يمكن كان عنده سؤال راسم رافي رافي, رافي, يعني رافي. اي رافي اوكي نعم اه الصوت مسموع؟ اوكي نعم اه اول شيء بتشكر كثير المعمار معاذ على المحاضره القيمه اه من خلال قراءتي لكتاب الاخيدر والقصر باللوري للمعمار رفعت الشادرجي خصك المعمار رفعت بلحظه انتسابك للاستشهاد العراقي وايضا لما حضرتك تركت الاستشهاد العراقي والاجواء اجواء التوتر اللي كانت موجوده في المكتب وحتى في بس انا سؤالي كشخص كنت ملازم للمعمار رفعت الشادرجي كنت حابب اعرف النظريه الجدليه في العماره واللي خصلها كتاب شارع طه وهامر سميث الى اي مدى كانت ذا صله في المطبخ اللي كان في الاستشاره العراقي لما كنتوا بتقوموا بالتصاميم الى اي مدى كانت هي النظريه تسخر لانه في كتاب شعر طه هامر سميث كان عم بيحكي عن دورها كشيء كان بيساعده في عمليه الدراسه كطالب وهو بعدين كان قدم اطروحه فيها ولكن احنا ما عرفنا بعد ما تخرج وبعد ما النظرية وضعت قيد الاختبار الميداني إلى أي مدى كانت عم تثبت صحتها أو إذا هل تم تسخيرها في سبيل التصميم التصاميم المعمارية في مكتب الاستشارة العراقي أو لا شوف أنا راح أحكي لك أشياء اللي هو معك رفعت من البداية بالمكتب كان عنده بحوث في الجدليه من كان في لندن موجوده تركها وتوجه الى الشيء العملي نجي اول اعمال اللي عملها رفعت من اعمال جميله موجوده دار منذر منذر منير عباس، دار باهر فايق، دار محمد عبد الوهاب، بنايه كتخده، بنايه الشربتشي، هذه الاعمال كلها لا تتم ولا تنم باي شيء عن الجدليه. شوف جاء طالب فريش في عنده تشالنج بالعراق شاب يريد يحدث وانا استغرب لانه في الوقت ذاته هو كان صديق جواد وجواد من الناس اللي طبقوا الجدليه اللي يقصدها رفعت الانتاج ولا كلها وهو الى البيئه اللي أنا يعني دا احكي عليها بالفن بالمناسبة لا زالت مستمرة وقوية يعني حركة قوية بالعمارة لا بعدين أنا أقول لك في سنة الخمسة وستين ألف وخمسة وستين في مسابقة بلدية مسابقة وزارة البلديات في باب المعظم اللي ما تنفذ بين الاوقاف، الاوقاف في باب المعظم، واحدة من التورس كان شجاعة، الشجاعة، أنا كنت راجع من لندن بوقتها بعد ما اخذت سباتكل من المكتب، كان من الشجاعة يعني بحيث أنا مو بس متخوف، يعني اكسايتد مثل ما يقولون انه دخلنا في طور جديد في فكر جديد ف وبالفعل المسابقه ما ربحت بس الجوري كتب تقرير الفائزين بصفحه و ولماذا انهم اعطونا الجائزه باربع صفحات ليس ذكراني يعني التقرير فمن ذاك اليوم بدينا احنا في خلفيه موجوده الجدليه الحرفيه بعدين هو بدا يترجم الشغل على جدليته الشغل كان ما خدنا مثل ما دا أحكي لك كان اليوم بمدرسة بنوع من الانتماء حتى في العيش أقول لك يا كنا يعني طريقة عيشنا كانت أخرى طريقة نظرتنا لل... للموضوع كله الحياة كان شيء آخر للأكل لللبس للفن للمسرح للسينما كله 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 كان يختلف تحليله والتسبيبه من راح الى السجن وقعد كتب هذا الكتابه مال الخيبر حقيقه غير انا همنا لاول مره احكيها التواصل في اخير سنه من شفته يضعف بيني وبينه وانا اريد الى ان مات اسمي استاذي لانه فضله في حياتي كبير و يعني فشفت انه انا ما اقدر استمر واسباب اخرى ابدا ما كان بها بس هو ما اعجب التركي حقيقه غير يعني تاذى اديت انا انا يعني كان متوقع مني شيء اخر انا اقولها صراحه بس انا كان المفروض مفروض وبعدين هو اعترف انه ما سويته انا صحيح ولذلك بقينا الى ان توفى الى اخر يوم انا صديقه واخويا واستاذي وزميلي ومعماري ايوه تعرف أخ هاي هاي أه أنا مؤخرا من شفت عممت شيء فد نوع من الرجوع ما أحلى الرجوع له عممت شيء إنه أي واحد ما يحق بعد يحكي على الاستشارة العراقي غيري لأنه أنا أكبر فترة قاضية فيها مو مو, مو, مو 14 سنة قبل ما أترك وقينا متواصلين في بغداد من شغله شارع عيفه ومستشاره مع الازمه ف اي يهمني م... رفعت وما اريد انه اي واحد يسف بحقه ابدا ابدا ب... 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 بالجدليه ما اقدر اجاوبك لانه هذه ب... 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 ليش اقول لك كانت صاعده نازله عندنا بالمكتب حسب المشروع حسب وكانت التاثير مالها صار مثل ما انا هسه دا افكر انا كل هذا الحكي ترى بعد ما توقفت عن العمل المعماري بقيت اشوف انه انا هذا ليش تصرفي هذا يعني صوروا هذه مال البلاغه الصوريه انا يعني بال 85 كاتبه مقاله على البلاغه الصوريه انه كيف انه العماره لازم يكون بها بلاغه تنم اشارات وايماءات وحتى تعرفك مثل اللغه. اي هذه انا بال 85 كاتبها فلا إيه. كيف هسه بديت اشوف انه انا يعني ليش كاتبها وشو هذا المعتقد وليش هذا الموقف كموقف يس الجدليه كانت مهمه بالنسبه لنا ابدا. موقف ماخذينه احنا موقف لا نحيد عنه ابدا الى اليوم انا يعني اليوم صرت يمكن اكثر متعصب ومتطرف قبل كنت اقول مدرسه اخرى احترمها اي هسه انتقدها اقول مدرسه اخرى انتقدها اي هوب انه يعني انا اجبتك على تساؤلك شكرا جزيلا لك الله يخليك شكرا جزيلا سارة شكرا جزيلا لك موجود موجودون ال ال رافعين ايدهم احمد احمد استاذ احمد رجاء يمكن تفضل استاذ احمد نعم استاذ احمد تفضل الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا عليكم السلام نشكر استاذنا الكبير عادل الالوسي ونتمنى يعني الصحه والعافيه على هذه السياحه الثقافيه وهذه البغدده و بغدده حلوه 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 <applause> يعني اللي على دجله وبالعظميه وببغداد وبنص يعني اكيد هذا يكون مليء بالبغدده اللي وصلتنا من هذه المحاضره وبصراحه يعني احنا عندنا اغتراب ثقافي سواء ثقافي عام وسواء ثقافه المعماريه. حبيت بس اسال جنابك على نقطه وهي انه الحرف المعماريه التقليديه اللي اندثرت يعني اذا اذا المعماري برؤيه جنابك يعني يحب يعني يعود للانتماء للتراث خلينا يعني العربي والاسلامي وال... بس هذه فقره ال... يعني الحرفيين أو 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 قسم من الحرف يعني أسرار الحرف والنو هاو يعني ذهبت مع أصحابها فيعني شلون جنابك يعني ملء هذه الفجوة الحقيقية يعني هي سواء يعني يعني حرف حرف المعمار الشعبي أو المعمار التقليدي يعني حالياً إحنا نفتقر إلى هذا الشيء ناهيك عن فقرة التعليم الأكاديمي المعماري يعني الاغتراب بمسألة التعليم بس إذا حبينا نعود يعني إلى إلى التقاليد والانتماء واللغة المعمارية فهذه مسألة اختفاء الحرف أو يعني اندثار الحرف والحرفين مع إذا كان سؤالي يعني واضح أول أول شيء خلينا نفرق بين التقليدي والتركه انا ما اسميها عماره تقليديه سببا هي عماره محليه بس ما اسميها تقليديه لانه التقليد من اسمه انه ما بيتطور مثل مضيف الاهوار هذا عماره تقليديه بالمنطقه تقليديه على اني وراسي وتبقى تقليدية في هذا التطور موقعها تكون في المتاحف في المعارض أبداً الحياة سائرة يعني أنت لو ناخذ الألمان الحياة التقليدية اللي عندهم كثير وهذه الأسماء كل واحد من 24 حرف هذا ينظف بصمة الباجة الباجمة للدخان هذا يمر مثل ما عندنا شلون شراخ الشاتشين الاخ الفرفوري هذا النداف هذه كلها صارت جزء من المتحفيات التقليد التقليديه لا تقاوم التطور في العماره التقليدي لانه هو تقليدي باقي اسمه تقليد ولذلك اني ضد كثير من المعماريين يقول انا اشتغل تراثي شو يسوي يقلد اي ياخذ ارابسك شباك ارابسك ويحطه بالبيت على هذا شنو بالله دا الطابع هذا مو, هل 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 مو هذا مو مثل هذه مو تركه هذه مو انا المقصوده المقصوده لا انت اعمل بفكر ها ومسببات وبيئه ومعاصره اليوم انا ابن اليوم انا بجد ما اكون انا بغدادي وابن العظميه ترى انا ابن اليوم انا ما افرق عن اي الماني مع انه عايش بالماني وزوجتي المانيه وابني بس انا افرق احكي لك مثل مثل مهم جدا وليش انا تعرف ابن العظميه وعندي شختوره انا مسويه من تنك والجسر هذا من كان يبني انا حول الجسر ده اتفرج ليل نهار انا بالبحر بالنهر اعبر وارجع واعبر واروح للسايلو وارجع العظميه كلها انا فارها بالماء سبح هيك علاقتي بنهر بغداد من درست عماره ورجعت ثق انه شفت دجله غير شكل احلى مئة مرة من قبل ليش؟ لانه انا مواكب الانسانية كيف تفكر وكيف تقارن وما هي الاستاتيك فاليو يعني شفت أنا قارنت دجلة مثل فسحة سمارك سم ساحة بطن هذا مثل الهايت بارك بنص المدينة فراغ نفس الشيء أنا يجري بعد اجمل هيك قمت اشوف دجله انا الحائط الجدار الطابوق مال سينما العظيمة كان عندي شكل وهلا شكل من رجعت بعد الدراسه فالتقليدي تركى التقليدي تفهرس انحط بالتاريخ وراح زمنه سجل راح زمنه متحفي يس مال نحافظ على ذيك كل البيئة ومثل الجدلية ما رفعت هذا الشيء كل البيئة وكل احتياجات البشر انفقدت للتقليد يعني أنا أجيب لك مثلا من أحد سياسيين بغداد في المنطقة الخضراء عمل له مضيف جابه من الأهوار وسوى له مضيف من هذا مال القصب هذه قشمرة هذا ها مو محافظة على التقليد التقليد شوف الحد يعني منارة هسه اجيب لك المثل هسه دا في منارة بالسوق نبيعها بسوق مريدي ها من حديد او من فبرك اللي يريد يسوي جامعة يروح يشتري منارة هذه هذه حرفة دا يريد يعوض عن حرفة ما يفيد هو الحدث العمل الفترة الزمنية المعاناة المعاناه وراء هذا الشيء لازم جزء منه جزء من المنتج ما اقدر انا اجيب اجيب اخلي واحد اجبره اعاني واقول له تعال ابني بالطوف ولذلك انت تشوف البناء ل أه استاذنا الكبير حسن فتحي من كان يبني بالادوبي صار اللي يبني بالادوبي في بحيره سيوه من المليونيريه مش لانه بنايه ذبور ابدا صارت بناية ذا ونفس الشيء عندنا احنا الطوف مالنا هسه اللي تريد تبني طوف اغلى من بناء الطابوق هذا التقليدي ما يشتغل وانا بالنسبه لي من بالكرخ سوينا سيرفي للأب للابنيه اللي لازم ليستد جماعه كلهم قالوا لي تعرفنا احنا ياهو ليستد ياهو ليستد سو جوابي كان بكلمتين وبعدين انا اقرر اذا اشوفه ايش يشوفو ما نقدر نسوي اليوم او ما عندنا العمل او كلفته كلش عالية تصير اذا نسوي اليوم هذا لستد لازم يكون اي انه ما نقدر نسوي هذا تقليدي ما نقدر نسوي اليوم راح لا عندنا الوقت ولا عندنا القرصه ولا عندنا النوها ولا من الصحة أن نسوي خليها تروح تبقى متحف فيها الشيء في تطور في التطور في اللحظة اللي إحنا نتجمد في الموقف ما عليه يقول لك أنت تستغل العواطف وتبني هذا وتستلهم التاريخ هذا يجي هنا التقليد شيء آخر مفهوم حبيبي أحمد استاذ احمد تسمعنا كانت الاجابه ان شاء الله وافية اكيد احنا ننتقل يمكن للشات بوكس اذا عندك مجال استاذنا يمكن سالت على دكتور شابندر هو سال سؤال ما هو راي الاستاذ معاذ بجناح العراق في اكسبو 2020 يمكن جاوبت او تحب يعني تضيف على الاجابه حتى ننتقل بعدها لا يمكن مثل ما تفضلت اكو اسئله من طلبه هذا السؤال حقيقة تردد علي وطلب مني أنه أكتب مقالة عليه أفضل أفضل أنه أربع بنفسي خل أقول لا. عن هذا لأنه عندي موقف من الإكسبو بأجمعه نعم بأجمعه ما غير العراقي والعراقي وال... ال... كل, ارتكب... كل ال... الكل ارتكبوا ذات الجريمه نعم فعلا يعني من خلال الاطلاع على بعض المشاريع يعني مشروع سواء الايطالي او الالماني كثير من النقد يعني من المعماريين المحليين كل من نقد مشروعه بشكل او باخر حتى المشروع المصري برغم جماله يعني الكثير من يعني المعماريين المصريين احنا الان في يعني على منصتهم بمعربية اه ايضا انتقدوه فأكيد يجوز راح نسمع من عندك في وقت لاحق أي يعني مثلا يجوز على تقرير كامل على إكسبورد إذا سمح وقتك في أو تحب الآن تكلم في الشيء دكتور السابق ما فهمتك ما فهمت يعني زهر الـ 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 هذا اعذرني اعذروني أه؟ على لا لا هو هو يعني نتامل يعني تكون فرصه وفي في طريقه ما لانه استعراض لا راح اكتبها راح اكتب مقاله طويله على كل على كل اتجنب العراقي انا لانه اتجنب العراقي وهي تفهم انا ليش اتجنبه اكيد اكيد اكو كثير اكيد الكثير من يعني اللغط صعب بخصوص المصممه سؤال اعتقد من الستينات علي اعتقد هي طالب الدراسات العليا يعني السؤال باختصار الصوتيات في العماره المحليه تعتقدها كانت تقنيه موجوده في العماره العباسيه وخاصه المدرسه المستنصريه هل من الممكن استخدامها في الوقت الحالي رغم ما هي تتكلم عن تقنيات الحديثه اعتقد انها بحث في هذا الخصوص لا انا ما بالضبط هذا اللي دا دا ابدا 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 كل انا معاصر انا ابن اليوم انا ما قلت لك انه يصبوني أه أه ابن بعد الحداثه أه انا صاحبي بنتوري يعني لا لا ابدا انا ما ما ممكن استعمل التقنيه القديمه أه بس قل لي لازم اعرفها اهم شيء على اني ابن هذا آه ابن هالبلد لازم اعرف تقنيه آه مين هذا ومن وشو عمل وكيف عمله وليش عمله؟ لا. يعني أنا مع الاسطوات كلهم علموني كثير ابان النجارين النجاره إيه؟ انا مهم اي كلها اي بس استعملها؟ لا استغفر الله لا ابدا انا ممكن استفاده منها يعني ماثره فلسفه الفلسفه الجديده علي الحياه كلها يعني حتى الكورونا انا اثرت علي. لا لا, لا ابن ابن اليوم انا ما ممكن انا استعمل اي تقنيه قديمه. لا. هسه انا قلت ياخذ شباك قديم او يروح للنجار يقول له لي مثل الشباك وحطه من دون ان يتعب نفسه ويعمل شباك بنفس الروح هي هذا اللي لا. انا ابي. ننتقل يمكن سؤال ساد وسيم كان رافع رجع لنا موجود رافع اذا إيه سعد وسيم تحب أه. تتفضل تلقي سؤالك سعد مساكم شكرا على اهلا وسهلا اهلا وسهلا عذرا استاذ معاذ ما بعرف اذا بتتذكرني نحن صديقنا المشترك حبيب صادق في بيروت التقينا عده مرات ايه طبعا طبعا <تصفيق> طبعا هو موجود هلا لازم وينه ما اعرف انا والله بسبب البوست حطه على الفيسبوك حطيت ريمايندر لاحضر المحاضره المحاضر إيه إيه. والله مشتاق لكم ويعطوكم العافيه يعطيك العافيه والله قلبي معاكم الله يكرمك الله يخليك الله يفرجها أيوة. علينا وعلى كل الوطن العربي أيوة. استاذ معاذ بالحديث عن الاكسبو اللي بفهم تماما موقفك انه كونه لا يزال فعاليته جاريه بدي ارجعك شوي لفكره الاكسبو اللي بدات بالقرن التاسع عشر باوروبا مع بدايات الثوره الصناعيه والحداثه واللي وصل لعنا على العالم العربي بمعرض دمشق الدولي ومعرض بغداد الدولي وكان في بتركيا معرض ازمير الدولي ولاحقا بمطلع الستينات صار عندنا معرض لبنان الدولي اللي س اللي تنفذ بمدينه طرابلس وللاسف ايوه ايوه صحيح ما بعرف اذا لك فرصه زرته ايه رايح له وصلته ايه ايه ممتاز ايه وكاله سمك هوني طبعا صح وانا <applause> <applause> طبعا هذا المنتج المعماري للراحل اوسكار نيمير في جدليه كبيره عليه ونحن عم نتابعه مؤخرا لادراجه على هو صار مدرج على لائحه المؤشر للتراث العالمي ولكن لم يتم بعد بروبي بروبي جدا مم. انا بحب اسمع رايك بموضوع الهويه لما معمار بموهبه وعبقريه نيمير وكل اجيال الحداثه الاول والثاني بيجوا بيعملوا مشاريع خارج دولهم وخارج نطاق ثقافتهم وبيستعملوا مفرداتهم المعماريه ولغتهم المعماريه شو شو تقييمك لهالتجربه وكيف بتشوف يعني شو من رد على اللي بيقولوا انه هذا المكان لا ينسجم مع الفكر المحلي او اللغه المحليه للعماره بلبنان وحتى المقياس السكيل تبعه والفلسفه تبعيته وللاسف هو لم يقدر له ان يشغل برغم مرور هلا اكثر من 60 سنه على فكرته ما رايك انت بهالتجربه وكيف بتشوف تقييمك لهالتجربه وكيف يجب ان نتعامل معها بالمستقبل بما يخدم البيئه المحليه بطرابلس ولبنان شو انا راح ارجع جوابك الى شقين راح اقسمه اولا انا الاكسبو مو ضد نهائيا لانه كل الاكسبو اللي عديتهم كان بها كونتربيوشن واخير واحد الاكسبو طبعا ميلان الكونتربيوشن ماله من ناحيه البيئه والعماره الخضراء كان هائل يعني انا اتذكر في جوري في عمان بنات عاملين تاور ها في الويب ده. كله اخضر يبيع مخدر سوق تحته اسالتها للبنت قلت لها انت شفتي اكسبو ميلان قلت لها قلت لها شفتي البافيليون تبع الامريكان قالت طبعا لا ده انا استاذ مين اخذت الفكره طبعا الامريكان كان اكبر مساحه فوتبول سي ستراكشر كله زرعي بيبيعوا مخدرات منه خضروات طماطم وهذا البيئه كانت كل اكسبو كان دا يقدم ثيم اللي يفيد البشريه من الاتوميوم مال تبع بلجيكا الى طرابلس الى الشام انا حاضر الشام كنت من اجمل ما يكون مال الشام فهذا الجديد نترك أحسن 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 أحسن. آه شردت آه. نجي على المعمارين اللي يترك بلده ويروح. أنا شخصيا أنا شخصيا من رحت إلى بلاد أخرى مثل أرمينيا ويارفان. و. كونغو برازافيل كنت أبحث. شو شو الإشي إنه اللي أتواصل مع البشر اللي موجودين فشلت في الكونغو لأنه ما في ما سميناه بوقتها جني المكان جينس لوكي فالجينس لوكي ما الكونغو ما موجود أوكي المشكلة اللي أنت تتحكم فيها وده تحكم على الأجانب لأنه الأجانب الطبالين هم اللي يختارون ماذا نختار مدى ما ند... ما نختار أخو اللي واحد مونيو كراتسي احد انطاهم بنايه مونيو طو برا برلين والله هي باني بنايه في برلين بالطابق خمسة أه؟ 15 طابق من اجمل ما يكون راح بنايه برلينيه يعني ما... ما البرلين ألف مال برلين 1910 من بدا زمن الى وسيع ينعاد كل ده يصير البيئه اللي موجوده في برلين بنايات برلينيه كلها حتى وصلت السائلة الجلاس والمثلث احنا اللي ده نختار على اسمنا نختار فرانس جاري او نختار هذا اللي شو اسمه اللي ماخذ ورده من الصحراء وعاملها ميوزيم او ناخذ اسم احنا ناخذ زها حديد جيب الاسم اللي هو ما معترف اصلا بينا هو معترف بالمانرزم تبعه هو يريد هو يريد يحط لا لو هم يختارون معمارين مثل دنس فنتوري فنتوري لو شوفوا البنايه اللي انا عاملها من بغداد والله بغداديه 100% هم ماذا زين هو الجامع اللي سواه فنتوري أقول لك جامع هائل بس الغلط بالترتيب ما يصير جامع بس هو كفكر بغدادي اوت اوف ذس وورلد هم ما يختار شفت الانجليز اللي سووا هذه جامعات آل البيت ببغداد واللي ورجيتك إياها هذول ومسبل المتحف العراقي هذول هم اليوم اللي الفلوس اللي عم تختار تجيب واحد مثل روجرز يعمل لي شراع على هذا هو التراث ويسوي لي اوتيل يسموه وهذا هو التراث ما مدى نجيب احنا هم مدى يختارون الاصيل دا يختارون الطبال حتى يقول لك انا جبت فلان وسوى لي فلان زا حديد على شو لانه جابوها على بنك المركزي ما تقول لي بس اسمه كظاهرة، آه، عندي مبنى زا، جات جد، في قبرص عملت جسر بيزنطي زين، وتو تو آه، يسموهم؟ باسيوني تو باسيون آه، آه، فينيقي من فينيسي، من بن، فندقي فين، زين؟ شالتها وعملت كل شراع كونكريتي من هذا اي فهم ما جاء هل لم فهو السبب اللي الاجنبي اللي بده يطلع ويروح يشتغل وبده يكلفوه مو ذاك الاجنبي اللي هو محترم روب كرير وانا روب كرير كل شغل ما عنده ولا ولا ليون كرير اثنيناتهم هذول كلهم من الناس اللي يعتقدون بالموقع وقلت لك فنتوري واحد منهم فنتوري كلش مهم انه فنتوري عمل بنايه في بغداد جديده انا وياه العراقي الشريكة بنايه بتجنن جنن شو اما السكيتشات مالها بس افتر بغداد وقف قدام بيته وقال لي ما عاد اشوف ذيك كل شغلكم نخل هذا اللي حاكي ورويتك السلايد هذا من فنتوري هو اللي جاب الفكره اللي اللي ما تشوف شوف هذا كان داير شوف عبر النهار النخل كله هيك قال لك طلع هذا حتى اللي تقرنص تبع الجواب من النخل هاي قبل الجامع قبل مسابقة الجامع هم ما عم بيجيبون الناس اللي يجيب الاسم شو اسمه الفرنسي اللي عمل نسيته نسيت ابو الموند عرب النوفيل تقصد شو اسمه؟ جون نوفيل جون هذا المشبك فوق الميوزيم هذا يعني تجارب براسنا عم من ما يجيبون قلت لك مونيو ولا يجيبون كراسي ولا يجيبون روسي ولا يجيبون سكاربا سكاربا اصلا ما من يحكي مميك يحكي, يحكي لاتيني أصغر. هو هو كله منتمي في في كثير كثير خاصه في اسبانيا وايطاليا ممتازين آه. شكرا جزيلا استاذ يمكن اشرت لانه استاذ حبيب صادق موجود لا يتفضل اسعد الله مساءكم اجمعين تحياتي استاذ تحياتي استاذ معاذ انا يعني شهادتي مجروحه على اللي بي... <applause> لأني... طبعا طبعا <applause> لانه انا يعني استمتعت كثير بهذا الحكي كثير احنا انا انا وياك أنا انت بديش افضحك انه هذا هذا الثرثار الجميل <applause> معاذ هو الثرثار الجميل أو حكواتي العمارة العربية اللائقة. فبعتقد يعني كانت جلسة جميلة خاصة بال, بال... بال... بالاستخدامات المدخلية اللي استخدمتها يعني مسألة التركي يعني اضطريتني اكتب عادة يعني كنت بنتظر هذا التسجيل مفهوم الهوية باعتباره مفهوم واسع يعني أنا بعتقد المسألة اللي طرحها الأستاذ معاد هي مسألة اليوم عم تشكل جزء رئيسي من نقاشاتنا وشي اللي بالآخر سألوا زميلي وسيم اللي هو معنا بمؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع واللي نحن بننظم جائزة من أجل العمارة وبعض الاجتماعي أنا بعتقد يعني كثير كان مهم المدخل اللي عمله معاد حول هذا الموضوع اللي له علاقة بمسألة ماهية العمارة العمارة أنا بعتقد يعني يمكن لما سألك زميلنا رافي حول الجدلية، أنا بعتقد العمارة هي ظاهرة قائمة بعتقد أنتم أسستوها بالمكتب الاستشاري يعني باعتبار العمارة ظاهرة اجتماعية تستخدم الفنون والعلوم ولكن هي عمارة تنتج منتجاً إنسانياً هذا البعد الجدلي للعمارة باعتبارها باعتبارها جدليه العلاقه مع مع المنتج في زمنه في زمنه اعطيت امثله رائعه جدا انا استمتعت بالامثله مع كل ارباكك التقني يعني العواطف بس... <applause> ما في عواطف، انا اقول إن لاسك فكان كثير مهم كيف ممكن يعني النماذج اللي قدمتها كيف يستلهم كيف يستلهم الواحد من خصوصيات المكان؟ قبل أسمي من التركي من التركي لأنه كلام الترمينو، ترمينولوجيا مصطلح كثير رائع هذا اللي استخدمه كيف ممكن الواحد يستخدم من التركي جدلية العلاقة بين المنتج المعماري في زمنه المكاني وزمنه الأصيل اليوم باعتباره نوع من الصورة اللي ممكن أنتم طرحتوا بالعالم العربي بالتحديد هذا الجيل. تحرير المحتوى من الشكل وليس فرما وليس بالذهاب باتجاه الشكليه المعماريه بل الذهاب الى شيء نحن باحدى بتذكر معي وسيم نحن باحدى جوائز رفعت كنا داعين احد المعماريين اليابانيين توفى اللي هو ادوارد سوزوكي وحكي عن الانترفيس بالعماره اليابانيه وخاصه عن العماره اللي هي منعزله مش مثل عمارتنا التي مرقت بعصور متنوعه متراكمه، يعني تاريخنا طبقات مثل ما وكنت انت وعم تحكي عن عماره العراق، كنت عم تحكي عن طبقاتها مش عم تحكي عن نموذج منفرد، عم تحكي عن طبقاتها الزمنيه وعم تحكي عن جدليه العلاقه بين الازمنه، وحكيت انه الطوبه مشتركه ولكن فكره فكره النخله تغيرت من السومري لليوم يعني هذه المسألة اللي طرحت هي جدلية العلاقة وذكرت أكثر من مرة الشك أنا بعتقد أنا بعلاقتي مع بعرف هذا على فكرة مبدأ عراقي له علاقة بالمعتزلة أن تشك في كل شيء وأن تسائل كل شيء وبعتقد هاي جدلية هاي جدلية مكانية لإنتاجكم المعماري اللي راحت باتجاه تحرير المحتوى من من الشكل من الواجهة كانت الواجهات كانت الواجهات هي لوحات تشكيليه لتربط لتربط المبنى بمحيطه مش بداخله وهذا تكريس لفكره كتير رئيسيه انا بعتقد العراقيين وانتم بالتحديد طرحتوا فكره وفكره انا بعتقد هي موجوده بتاريخنا مساله الانترفيس بالعمارة اليابانيه والاسيويه هي فيها اجزاء من عنا من تراثنا المحلي من ارثنا من تركتنا المحليه علاقة المكان مع محيطه وانت لما نحيط عم تحكي عن الحوش انه هو هو ينظر الى الداخل علاقته مع الخارج هي علاقته مع الحي مع الشارع مع المناخ مع مواجهة الطبيعة ومؤثراتها انا بعتقد انا بعتقد ان العمل بهذه الجدلية اللي طرحتوها بكيفية انتاج عمارة تحاكي زمنها وان لا تقطع مع الماضي ذكرت باشلار انت كمان عم حاول فسر بعض مقولاتك بلغتي انا شوي حتى الاخرين <applause> طرحت مع بشلار انت ذكرت بشلار لما عاد انا بفهم الاعلام يعني طرحت بشلار انه طرحت قضيه رئيسيه عند العرب انه العرب المهزوم اليوم امام مواجهه العصر بيرجع ليشتر الماضي مثل الجمل ليرجع الى ماضي مهزوم يستنجد بالماضي انت طرحت بشلار بصيغه انه هناك مكان يجب ان نقطع مع بعض القضايا التي انتهت بقيت مجرد ماضي وهناك ارث حيوي تركي حي ممكن ممكن هذه التركي ان يعاد صياغتها بمفهومها الشكل المعاصر الذي يؤمن علاقه بين الداخل مع داخله وحاجاته وبين الخارج مع محيطه وهذا الـ وهذا هذا اللي سميته انت بشكل كثير جميل اللي هو هو البلاغه لانه نحن بنالف مش بنعمل ديزاين يعني باللغه العربيه هذا الشعور اللي حكيته انت واللي هو شعور محلي شعور خصوصيه مكانيه لبلادنا نتيجه قدمها مش ديزاين ديزاين هو مفهوم مرتبط بالصناعه بالثوره الصناعيه بالقرن التاسع عشر في حكيت عن الديزاين الصناعه صنعت كلمه ديزاين نحن بنحكي عن التأليف بالعمارة وعن البلاغة في التأليف مش هيك بالشعر العربي بيقولوا بيوت الشعر وأعمدة الشعر نفس الشيء اللغة لغة نحن بنحكي بالمدينة نحكي عن النسيج للمدينة وهي كلمات هاي عنا محلية مكانية أنا بعتقد اليوم كانت أمثلتك ولو بارتباكك التقني كانت رائعة جدا قسم منها ما عم بتشوفوها لا هذا آه. آه، آه، رائع آه. جدا بالنماذج اللي حطيت تكيف معماري اللي اتهمته انت بالريجيوناليزم بالاقليميه انا بعتقد مش ريجيوناليزم كمان عم نترجم من اللغات الـ الـ الاوروبيه او اللاتينيه للعربي انا بعتقد استخدمت هي الخصوصيات المكانيه التي تعطي قيمه تفاضليه للمنتج المعماري والذي يخضع لدورته الاجتماعيه في تحقيق حاجات الناس في زمنهم هذا كلام المكتب الاستشاري اساسي فيه اي جدليه على العلاقه وانا بعتذر اذا اطلت مش عم مسألة عم استكمل لانه انا انا افتخر بان انتمي بان انتمي الى مدرستك انت وأنا انتمي الى حسن حسن عمارتك بلعك. انت شريك انت شريك ها. انت شكرا للمنظمين تعرف حاكين ومتبادلين اراء و... ومعنا الشيخ معنا شيخنا اللي هو محمد الاعسى وين ما يعني بس بدي اقول كنت ملاحظه صغيره على اللي قاله زميلنا وسيم شغله كثير مهمه حتى المدارس اللي هي تعتبر مدارس ببعد العمران الاجتماعي مثل اوسكار نمير واللي قاله زميلي وسيم وعمل حمله كثير كبيره يعني بلبنان نحن بضل عندنا نوع من الحيويه الثقافيه للعماره حتى لو ما قدرت الواقع يسمح لنا بس اليوم بتحليلنا لـ 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 لفكره معرض طرابلس الدولي هو عطى حق للحيز العام الذي خلقه المعرض للمدينة لسكان المدينة لكل أهل المدينة مش لفئة محددة من سكان المدينة هو خلق هذا هذا المشروع باعتباره فضاء ملك عام للناس ملك يعني عام للناس يعني عم يحقق يعني حاجة. حاجة ومعروف اوسكار نيمير اجى قعد بلبنان عمل زيارات اجى قعد اخر الوسيم هسه اجيب للاستاذ وسيم مثل اخر وكازينو لبنان انا خلصت وبعتذر وبشكرك لا 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 انت معك هاي كازينو لبنان توقيعها بالجبل والهوريزونتاليتي ماله هذا هذا وسكارني ما يرمش انت شوف شو عمل من اجمل ما يكون ابدا احترم البيئه واحترم الجبل اللي قدامه واحترم معاملتين الم... ايه اعتقد بالمعاملتين كانت ايه هو حبيب راح حبيب مو موجود اعتقد بس أغلق الكاميرا والصوت هذا انا وحبيب متجادلين بهالموضوع كثير محمد نعم. احنا هسه اي هو استاذ دائما نقتبس كلمتك استاذ حبيب الميوت حضرتك اذا تلغي الميوت مم. لا لا استاذ حبيب نعم ما مح... ما مح... 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 صحيح يعني انا كنت حابب انا كنت حابب نروح بالبعد اللي انت عم تحكيه لانه البعض بيروح الى تصنيفات اسقاطات غربيه مثل ما هلا جاوبت اخر شيء بالنقاش اللي حصل بينك وبين وسيم انه وكانه الغرب يعني انه انا اليوم عم عم بستخدم انا ماني ضد الغرب انا ماني مهزوم امام الغرب انا ما عم احاول ان اكون ان اكون شريك بصناعة حضاره الزمن مثلي مثل الاوروبي مثل اي انسان ابدا فالفكره انه انا يعني يعني انت اليوم اللي طرحته مثل ما قلت لك بالمنتج العمراني اللي عندنا بمنطقتنا حتى ما نروح الى هويات مهيمنه هلا بديش فوت بهذا الموضوع مشان ما انه ما بين العروب وما بين الاسلام وانه انا بخضع كل الناس بالقوه وبالمنيح وبالابيع يعني وهذا اللي ادى للانفجار المجتمعات مش بس على مستوى العماره ففي خصوصيات يجب ان تتحقق وهذا اللي كنت عم تقوله انت انه بالاخر نحن اليوم المنتج المعماري هو منتج تاليفي مبني على بلاغات على بلاغه بالتاليف وطلاقا من هون نحن الانترفيس على فكره يعني انت لما بتعمل منتج معماري على رجله وقلت قلت انه انا لما عملت الحوش على رجله فتحت لما دخلت الى المدينه بعمقها سكرته حطيت صور نموذجيه بالتراث بالتاريخ انا تقديري هاي قضايا يجب البحث فيها بعمق ما هي الخصائص المحليه للعماره ضمن لانه نحن نحن مدننا كانت تعرف بحواضرها ما كانوا يقولوا الواحد عراقي عربي مسلم كانوا يقولوا هذا بغدادي صنعاني بيروتي مثل ما قال الاخ احمد يتبغدد <applause> يتعلم بغ... يتبغدد العماره نفس الشيء العماره لغه طبعا <applause> هي لغة الأماكن يعني لغة إيه الأماكن بالناسة وأنا بشكرك اليوم يعني اليوم النماذج اللي أعطيتها على بساطتها كانت كثير عميقة بالتعبيرات الأفكار اللي انطرحت بمداخلتك ما أنا فيها, أنا كثير فيها يعني. الاستعراض يعني مم. ما فيها تعجرف انتبه يعني فكرة الحوش اللي أعطيته <applause> فكرة الحوش اللي أعطيته كان واحد بيتخيل بركي ويعمل حوش شامي او بغدادي فطلع حوش كثير معاصر ممكن يكون بنيويورك يعني يعني لك بصراحه يعني ايه طبعا مثل طبعا. العماره اللي انتجتوها بمكتبكم يعني انا اللي بيحترم هالتجربه ما بتدمناها لانه زمنها الخمسينات والستينات غير زمننا مختلفه اليوم إيه. ما فيني انا البعض يخطئ وبلش قارن شغلكم بهداك الوقت مثل وكانه اليوم بالعكس تماما فانا انا تقديري انتم في ذاك الزمن انتجتوا عماره كالطليق بان توضع في 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 اعظم عواصم العالم وان تبقى هي مجاريه لعصرها بباريس بلندن باي مكان ولكن تعرف انه هاي جاي من هذه الامكنه هاي عراقيه بس تليق في لندن فيك تعملها بباريس وخاصه تجربه مسابقتكم بالجامع تاع لندن كان عم يحكيني رهيف فيرا قال لك سلام قال لي هذا من انجح الاعمال اللي قدموها بس ما اخذ الجائزه جامع لندن بيقدموا بالمكتب الاستشاري بالعالم قدمنا بلندن بمكتب ويا كيبون يا ويا كيبون ماشي يلا شكرا جزيلا استاذ حبيبي شكرا جزيلا أنا. شكرا يا يعني زهير عندك اسئله حلو. بعد انا ما عندي والله يعني. الكثير الكثير من الاسئله موجوده بالشات بوكس اذا عندكم مجال يعني اكون من عندها بعضها اعتقد من طلبه لا تحب يعني نستعرض يلا يعني. سريعه اذا <applause> الوقت يسمح لك <applause> يعني راح اذكرهم بسرعه وباختصار سؤال من شهاب يقول في الوقت الراهن بوجود هيمنه الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثه العماره الى اين؟ انا عندي راي بالموضوع وكاتبه يا <applause> يعني موجود إيه. كاتبة. كاتبة. انا هذا إيه. أباك علم وهذا علم اخر هذاك عماره اخرى وهذه عماره اخرى انا سميتها روبو تكتشغ. احنا اركيتكتشر آر تونيك احنا تكتونيك وهناك روبو روبو روحوا اشتغلوا بالحاسوب وابنوا بالحاسوب وهذا بس لا تدعون الانسانيه لا تدعون الفروسيه شو ما تريد روح سوي يا اخي انت مثل ما تسوي مرسيدس روح سوي بيت. هسه المرسيدس كيف حتى الماكينه هسه ليه انت تروح؟ هسه ال3 دي يبني لك بيت. ال3 دي بروجرام يبني لك بيت او يسوي لك هولوغون من دون استعمال رسم ولا استعمال ايدك. أه ولو قالوا على الطاولة يرويك البناية مالك ويمشيك بداخلها ومن هالسوالف و... وسيارات روز رويز يحط لك ويلبسنا دشداشة حتى تصير بالمحلية أه شوف انه اول ما يسوي برسبكتيف للخليج يحط دشداشة أه يعني واحد ب... ب... بالموصل بالمسابقة على النوري عاملين دشاديش لاهل الموصل أه <تربية> فهذا ما مو ما خصني منها انا انا على انسان يعني انا داعش على الانسان انا ابني مع البشر ما عندي علاقه مع الحاسوب الليل. انا الحاسوب استعمله لاغراضي مثل ما يسرع لي الشغل يعيد لي الشغل يعمل لي ستركتشر انواع اشكال بس ياخذ دماغي ابدا ياخذ تجربتي مستحيل انا شخص عندي هويه عندي من انا الحاسوب حاسوب وانا شخص اخر هذا اذا ما تيجي من الفكر وتمر للقلب وتطلع لايد للاصابع السكتش شفت انت هذا السكتش انا دغري حطيته تبع الكورت مال البيت اللي انا يعني مسويه في قبرص حطيت السكتش بيدي هذا بدايته هذه هي الفكره هذه كل الفكره وكيف تنفذت <applause> الفكر وآخر الفكر خصوصي خاص بي من انا ثق بنفسك يا اخي هذا يعني انا احكي للجميع ثقوا انا من تيجي بنيه قدام التيسز وده تشرح لي التيسز اقول انت معماريه ولك يا عمي انت معماريه انت فحله لازم تكون ايه وهو يزها كيف نجحت قوتها جسارتها نعم اكيد وكناس بالفاشوش ينجحون بالجزارة تبعهم. تعقيبا عليك تعليقكم استاذنا الغالي بخصوص القلم والورقه وبدايتها رينزو بيانو على نفس النظره يقول لحد الان ما وجدت شيء تكنولوجي رغم هو مكتبه معروف بالتكنولوجيا كم واحد يعرف يرسم من الخريج؟ نعم. يعني نعم. هاي ولا يقرون. نعم. يقرون. نعم. المشكله اكثر بالقراءه نعم. نعم. يك... القراءه وال, وال... يعني تفضلت حضرتك بجن العماره دائما اذكرها يعني للطلبه وللخريجين هاي فقدوها الكثير من الخريجين كثير من الطلبه بعدم زياره الموقع، الموقع يجي حتى اللي يريد يصمم يجي موقع أونلاين لاين شوفه بالجوجل ايرث وخلاص لا زياره الموقع جدا مهمه يعني اتذكر استاذ صفاء محاضره القاها لنا قال اذا ما تروح للمكان وتقعد تشرب من ابو الشاي وتقعد تاكل لفه وتقعد على الرصيف وتشوف الناس تمشي ما تقدر تخمم. بالضبط. بالضبط. شوف اخ أنا يعني دائما أقولها من يسألوني استعمار أنت سويت بناء وترسم وتصور زين وتكتب شلون تدري ايش كان يقول شان أقول لهم أنا معماري أنا معماري بس مفروض ما ما سويت شيء زيادة أنا أنا معماري يقول لي تكتب وترسم وضع... اي طبعا لانه معماري يعني مو غير شيء انا يعني. انا مو طبيب م. انا معماري هذه كلها هي مقومات ان اكون معمارياً يعني. نعم فهيك اريد حتى ننتج اكيد مثل ما تفضلت القراءه جدا مهمه للمعماري توسع المدارك وتخلي يعني قراءه كافة المجالات مو اللي بمجال العماره يعني نعم عندنا سؤال من اعتقد طالب فائزه حسن جوستينشي اللي الحنين المفرط الى الماضي وترك العماره المعاصره التي وصل لها العالم كانت سبب بحدوث جزء من المشكله بالعماره العراقيه بحيث اصبح هناك تخبط بنتائج جات المعماريين بين مؤيد ومعارض بين من يقتبس جزء منها وبين من ينتفض عليها ويتعصر للعماره المعاصره بحيث وصلت اغلب ابنيه العراق الاداريه والثقافيه وغيرها لا وضع مزري وهزيل. يعني نكاد ان نقول انه عماره العراق المعاصره تخلو من العماره قبل خلوها من الهويه. حاليا نحن امام اكثر من مشكله سواء على الجانب الاقتصادي او السياسي من جهه ومن الجانب الثقافي من جهه اخرى. برايكم كيف يتم النهوض بهذا الواقع وما هي مقترحاتكم؟ طبعا اكو عليها من قبل الاستثمارين من المرسومي بس اكيد ردكم يعني يكون مختلف. اكو عماره بالعراق؟ صار عشرين سنة أكو عمارة بالعراق ما شفت أبدا ما شفت يعني أجيب لك مثلا صحن فاطمة نسميه عمارة تعرف صحن فاطمة الاكستنشن مال الإمام علي نعم الجامعة. نعم نعم, نعم أو جامع الكوفة أجمل نعم اجمل ما كان بالعماره في العراق جامع الكوفه القديم. مقتل نعم. الامام علي هناك كان من اجمل ابنيه العراق كانت فتحه درج بالوسط تنزل ومحراب محراب واقف, واقف فري ستاندينج على هيك دجه يعني الدراما اللي موجوده مقتل الامام علي كله قدامك كان راحوا عدم بنوا وين عمارة العراق ما تقول لي هو عمارة العراق اليوم هذه البناية اللي جنب الحيدر خانة جامع الحيدر خانة المزخرفة هذه العمارة الحديثة لو المستوصف أبو الألكوبون لو هذه البوابات مع البغداد كلها أو الدور اللي أنا رويتها عمارة العراق انتهت من 2000 من الحصار من الثمانين من الثمانين يعني التسعين آخر بناية انتهت بعد لا بنت بناية ولا أكو عمارة ولا أكو 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 شعوذة يعني جوابي إلى الطالب شعوذة الـ البيت الـ ما ممكن تصير عمارة أبدا فأنا إيه ف... مع الأسف يعني هل هناك مقترحات يعني عامه والله الثقافه نعم. هي مشكلة الثقافه عامه نعم. شباب لا الشباب عليكم يا اخوان ايه روح اقرا اقرا وروح نعم. لا توقف وناضل و... بسبب المعرفه ابتعد عن الجشع يا الله هسه كل ما افتح تلفزيون او شيء عراقي شو يحكون على الفلوس لا جاني المساعدة ولا أخذت مساعدة ويحكون هذا دا يأخذ راتب هالقد وذاك دا يأخذ 32 راتب كل فلوس سعر الدولار يا عمي جشع هذا جشع تركوه روح على العلم جوع ما بيشي جوع وانت انظر على هذا الفقير اللي هل كان اللي بالزبل ده يعيش مليونين شلون تريد ان ندرس عماره ماذا ادري مليون طفل بالزبل ياخذ القوطيه مال التونه اذا بها شيء حتى ياكلها انا هيك انا ما قبلت التكريم في بغداد بسبب هذا الاطفال. ابدا ما اقبله ولا راح اقبل التكريم على شو تكرموني وانا بلدي هالشكل بكل شيء ما مسوي يعني كل شيء ما مسوي الكل يحكي لا لا مصيبة احنا لانه بنيوية مصيبتنا بنيوية بالبنية اذا من بدل البنية كاملة والتخلف التخلف يعني صار بدرجة من تسمع الكلام حتى اللغة تبدلت يا اخي اللغة احنا داعش على البلاغة نداعش على البيت شاف الشعور المدهنة اللي شلونها طويلة وصارت جبال فوق الروس وأنواع أشغال ما نحكي سياسة وما نحكي هي تقودنا بس هي العمارة أنا معاك والله يا دولة الطلاب الله يسعى ليش أقول لك أنا بس الطلاب يا الله يعطيكم العافية إذا الدرسون بيا أجواد الدرسون ايه والله يساعد أساتذتكم عليكم وهم عليهم ايه انت ايش دا يستلم هو الطالب الأستاذ ايش يستلم طالب ايش جاي شنو هي البنية اللي تجي تدخل عمارة لا سامعة شنو عمارة ولا تعرف آه بنتي راح تتخرج مهندسة هذه بس تعرف شنو هي العمارة تعرف ايش شمطل، مطلوب من البنت أن تكون معمارية ما عندها القاب ما عندنا العرف اللي ننتج احنا معمارية زينة قليل عندي كم واحدة أنا أحبهم وأشتغل وياهم وأملي فيهم عندي عندي أنا يعني جماعتي عندي في بغداد عندي كثير في أملي فيهم أعتبرهم قراين زينين، فكرين زينين، يعرفون المهنه زين، اه موجودين بس على الخير العام مثل ما كنا قبل لا ماكو. ماكو ابني يعني عفو. هو حديث حديث ايضا يعني طويل في هذا المجال، اكو سؤال اخر يعني ما اعرف المهندسه مريم. بخصوص يعني راح اختصر بخصوص مفهوم الظل والضوء بالعمارة العراقية كان تركيز على الإضاءة الطبيعية بدخولها من خلال الحوش مثل ما تفضلت يعني المناطق خلينا الصالات وغيرها من داخل في التصميم الداخلي أثرها الآن اختفى تأثير هذا الشيء أصبح بوجود التكنولوجيا يعني وجود الإنارة يعني الغير طبيعية فهل هذا اثر على يعني على التصميم الداخلي؟ أو هل تفقد الجمال العفوي بسبب تكنولوجيا بالامكان اعاده احيائه كوننا معماريه اليوم؟ أه سؤال مهم وكاتب عليه الى جامعه دمشق الى اخت أه ولا ولاء أه ولاء اسمها بس اخذت دكتوراه يمكن كانت تنتج مجله اسمها 22 سالتني عن نعم موجوده اعتقد المجله سالتني عن الظل والظلال شوف انا بالنسبه الي بالنسبه لي الظل والظلال والتضليل هذه كلها مفردات بغداديه عراقيه شلون؟ عندنا الجو القارص الها الهارش مثل ما يقولون بالانجليزي اي قوي ساطع الكونتراست تقدر تلعب انت به في الظل والظلال ها لانتاج دراما شفت انت موسى الكاظم الاقواس هذا الظل والظلال اللاعب ده شو. فالظل مو اا آه 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 شي يسموه آه الظل بالعكس انت اذا تفهمين الظل والظلال وتتلاعبين بقيمه جماليه هذه بغداديه واحده من من التركه هاي لازم تعلمها وسبب اقول لك الحوش هذا الحوش اذا مو نسب معينه ما يشتغل زين ما يشتغل يبدي يصير وخم وهذا الا نسب معينه بحيث انه يصير مثل ستاك افكت الهواء هي هو يجر يعني تفتح اي شباك بالطابق الارضي يبدي يصير مجرى مثل شمني هذا شغله الكورت هذا شغله هذا فالظل والظلاء اورينتيشن بالعراق كلش مهم الاورينتيشن الجنوب الشرقي شوية الش... اي شويه اللي مايل على الجنوب الشرقي هذا الـ 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 الامثل حتى تخلصين من حراره العصر بس الشروق الصبح يخش ببيتك الجو ها فلازم ينحسب احنا بالاي عشان نحسبه بالضبط ايش قد البيتشن طلعها اكثر شيء البيتشن ماكو هذه المظله تدري هاي البيتش انا استعملها شو تسوي في الظل والظلال في البيت يعني التصور من تيجي الشمس وعندك فتشي شيء اسود على الحائط ده شيء كلها انا استعملها ايه الظل والظلال كلش مهم وقيمه جماليه اضافيه أنه في بيئتنا ضروري بس طبعا لازم الاورينتيشن مضبوط بحيث انه نقلل ولذلك احنا نستعمل كنا الجدران العاكسه ما ندخل الضوء دايركتلي ندخله بعد العكس لانه هو اشعاع اكثر من ضوء بس الضوء الخارجي واللعب بالظل والظلال مهم جدا جدا انا بوقتك بوقتها كان مفصل لي نعم أي. والله يا ريت استاذ يعني الرابط المقاله يعني هي موجودة. موجوده نعم هوايه بها ممكن ممكن, ممكن نعم ان شاء الله خير طبعا انا اعبر كلمات الشكر والتقدير والتحايا وتمنيات لك بالدوام الصحه أشكركم, أنا اشكركم اشكركم بس اكو اسئله يعني ان شاء الله من طلبه هل من واجبنا من واجباتنا كمعماريين تقويم الذوق العام الهابط ككيان واحد في مختلف صوره؟ ما فهمت يعني يقصد المعماريين احنا واجبنا نقوم الذوق العام تفضلت لان الذوق هو بصوره عامه هابط وبالنتيجه عكس على المعماريين، هل احنا دورنا كمعماريين ممكن نساعد بتقويم هذا الذوق العام؟ اي اكيد انت الرياده بيدك انت الرياده بيدك بالعكس انت المقاوم الاوحد انت الرياده بيدك ترى شباب التحرير كانوا يحطوا لي الصوره مالتي استاذ التويانة وبعثوا لي علم وبعثوا لي لا انت الرياده بيدك انت انت تقوم الدنيا لانه انت تفهم الناس انت بس لازم انت تتصرف هذا ليش دا اقول لك انا يعني من روت التصرف المعماري بالبدايه لازم احنا همينه ايه أيه. يعني اكو سؤال كان يمكن احد الاخوان سال هل ممكن يعني من الممكن ارشادنا لكتب كتب معينه لقراءتها؟ اقرا تعريفات الجرجاني تعريفات للجرجاني الجرجاني, الجرجاني. كلش مهم انا يعني كتبتها بالشات بوكس حتى البقية يقروا. أه سؤال اخر من مجد يعني كل التقدير للمهندس من أولا ثانيا اريد ان اسال عن كيفيه اثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العماره العربيه ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما تفضل مجد العبد الله طالب عماره. <applause> أريد أن أسأل عن كيفية إثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما توضل مكتبات تسعين <applause> بالمئة <applause> 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 من وقتكم يا إخوان يا أخوات مكتبة ترى القراءة فد بلجر فد نعمة من الله أي وموجوده مكتباتنا عامره شارعنا المتنبي عامر يعني كلنا كنا نقرا احنا صغار انا قاري من عمري عشر سنين في كل شيء موجوده وموجود هوايه قراءه ثم القراءه الله يخليكم الانترنت والايباد ما يفيد هذه مو قراءه هذه قراءه مصيوغه للم... لل, لل... راقب الطياره مو القاعد يفكر هذا بالتاكيد قراءه ثم القراءه ما تقدرون ارد اقول لكم السفر على الاقل سافروا بالعراق روح الـ 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 النمرود روح للوركه روح الى كربلاء والنجف روح الى الخيضر روح الى شيخ متي كنائس العراقية كلها هذه كلها استوعبها هائلة صرع. إذا تروح الصنعة مادية كافي تشوف البيئة تشوف الأنواع بصرة أبو الخصيب كلها هذه كلها ف... كلها كنوز هذا غير شيء الهوار هذا العراق هائل هائل ماكو هيك بلد بالدنيا ولو اني صار لي 32 سنه ما يواصل لي 33 سنه يا yeah. والله الصحه والعافيه استاذ اعرف قاربنا على ثلاث ساعات تعبناك بس يمكن هذا السؤال الاخير حتى نختم اذا عدكم مجال يعني اكيد yeah. Yeah. لا يثق احد الاخوان سال احمد استاذ احمد ممكن توضيح لي هذه المقوله لا يثقف لا يثقف الذوق الا بالفن الا بال بالفن يمكن انت ذكرتها قبل شويه لا يثقف الذوق الا بالفن بالفن نعم فرد لو الفن فن فن ارت تشوفوا ما تقدر تفرق القيم الجماليه ما تقدر تفرقها تفرقها بالميديا تفرقها بالواسطه التعبير يعني الشعر مو فن المسرح مو فن بس واسطه التغيير كلها التحضر التمدن لازم ليش يسموها ثقافة ليش متوحدة لازم يعني ما يصير الموسيقى المسرح الفن الرسم كل هذا سوى حتى تخلق إمارة كلها ما احنا ما ماخذيها جديه داعشي لكنه راح يتخرج مهندس وياخذ فلوس ويمشي يبني ويمشي ايش اي مو هي المشكله انت ايش مو انت دا شوه ما تبني اذا انت ما تعرف ايش دا تصير أي على كل لا لا قرايه 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 بس قرايه ما عندكم غير شيء وزيارات المنطقه زيارات المنطقه كلها خوش حبيبي نعم شكرا جزيلا شكرا. عزيز وثلاث آني. ساعات كانت ممتعه لا لا ودليل على انه الحاضرين يعني, شاء يعني ان شاء الله ان انه انا احكي اكيدا و... لا إيه. لا بالعكس ثلاث ساعات يعني يمكن مرت سريعه واعتقد يمكن الحديث اللي تفضلت فيه يمكن يمكن واحد يمده الى اكثر من اسابيع يعني ثلاث ساعات ممتلسة غار... قبل اسبوعين ثلاث ساعات نعم ونص و50 دقيقه ما <تص> ينتهي <تص> نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه وتكون تكونوا محاضرات لطفي الدليمي تقول الحكاي نعم الحكاي والمعماري هل... حكاي دائما المعماري لازم يكون حكاي عنده حك تجارب أصول. لازم ينقلها شكرا حبيبي شكرا, شكرا, شكرا جزيلا استاذنا العزيز اتمنى لك يعني بحب. ليله سعيده شكرا دوام الصحه بحب. شكرا لجميع الحاضرين شكرا لبيم عربيه الحياه باي باي مع السلامه تعتذر من الحاضرين موجود اكو رابط حضور اذا تحبون يعني تسجلون لاجل الشهادات.